صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا شاذلي. صباح الخير عليك يا منة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. بكرة المصريين هيخرجوا عشان يختاروا رئيس مصر القادم، الرئيس اللي هيقود البلاد لست سنوات قادمة. بكرة هنخرج كلنا للإدلاء بأصواتنا في الانتخابات. انزل وشارك، شارك وقول رأيك، شوف مين الأصلح لقيادة البلد في الفترة الجاية. طبعا أكيد كلنا تابعنا برامج المرشحين خلال الفترة اللي فاتت، وكل واحد كون وجهة نظره واختار المرشح اللي بالفعل يعني هيلبي احتياجاته ومتطلباته خلال المرحلة القادمة، وشايف أنه هو الأقدر لقيادة البلد خلال الفترة اللي جاية. قدامك طبعا 4 مرشحين في ورقة الاقتراع، اختار الأصح من وجهة نظرك الأقدر. انزل، المهم أنك تنزل وتقول رأيك، وانت في طريقك للجنة لازم تعرف أن مشاركتك مهمة جدا، بتعزز من استقرار وطنك وبلدك. لازم ننزل ولازم نشارك، لأن المشاركة حق أصيل من الحقوق السياسية. المشاركة واجب وطني، وزي ما بنقول عليها كده فرض عين على كل واحد فينا. مشاركتنا هي قوتنا في التعبير عن رأينا لاختيار الشخص الأصلح والأقدر لقيادة البلد السنين اللي جاية. كل تسهيلات التصويت متوفرة، الهيئة الوطنية للانتخابات قايمة بدور كبير جدا في التسهيلات دي، بحيث أن الجميع يبقى عنده منتهى اليسر والسهولة في التصويت. مثلا لو عايز تعرف مكان لجنتك الانتخابية اللي هتروح تنتخب فيها، كل اللي انت هتعمله انك هتدخل على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، بعدها تستعلم عن الموقف الانتخابي بتاعك، بعد كده هتحط الرقم القومي، هيكون في مكان كده تحط فيه الرقم القومي، هيظهر لك مكان المركز الانتخابي وكمان عنوان لجنتك، وهتوصل للجنة الانتخابية بتاعتك. اول ما هتدخل جوه هيطلبوا منك بطاقة الرقم القومي، هيشوفوا البطاقة ويسلموك على طول بطاقة التصويت، هتختار بقى المرشح بتاعك في المكان المخصص للإدلاء بصوت. التسهيلات كتير، في تسهيلات تانية قدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات للناس اللي ليهم حق الانتخاب واللي هيكونوا خارج محافظتهم. الهيئة مثلا وفرت لجان للوافدين او للمغتربين في الانتخابات الرئاسية في كل محافظات مصر. عشان تقدر تعرف مكان لجنتك، الموضوع بسيط جدا وسهل. هتدخل من تليفونك على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، وده موجود في كل الأماكن وإحنا عارفينه، وموجود في الإعلام وسائل الإعلام بقاله فترة طويلة. هتعرف مكان لجنتك إلا هتدلي بصوتك فيها. طبعا زي ما في تسهيلات، كمان الهيئة وضعت مجموعة من المحاذير مهمة جدا 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 لازم نخلي بالنا منها كناخبين حتى لا نتعرض للمساءلة القانونية. ممنوع الناخبين يصوروا بطاقات تصويتهم بالتليفون. كمان المسؤولين عن اللجان لازم يتأكدوا ان الناخب وضع ورقة الاقتراع في صندوق التصويت طبعا، ودي من ضمن الحاجات المهمة جدا. اكيد في كمان حاجات لازم نبقى واخدين بالنا منها حتى لا يعني يبوظ صوتنا. ممنوع تماما ان احنا نعمل اي علامة على ورقة التصويت، ممنوع ان احنا نكتب اسمنا في ورقة التصويت، ممنوع ان احنا نرسم اي علامات على ورقة التصويت، ما نستخدمش الاعلام، ما نرسمش الاعلام، ما نكتبش اسماء المرشحين مرة تانية، ما نكتبش او حتى نحاول نرسم الرمز. ما ننساش كمان ان في تسهيلات موجودة لذوي الاعاقة في كل اللجان، مش في لجنة واحدة. ذوي الاعاقة الحركية، ذوي الاعاقة السمعية، ذوي الاعاقة البصرية، كلهم في كل اللجان متيسر وجودهم ومتيسر حاجات تساعدهم عشان يقدروا يدلوا بصوتهم، لان زي ما احنا عارفين مصر فيها مكان لكل المصريين. صح؟ طبعا بكل تأكيد يا منة. طبعا احنا نكون معاكم النهاردة في متابعة مستمرة لما يحدث في قطاع غزة كعادتنا، وأيضا مشاركة المصريين في هذا الاستحقاق المهم جدا. مرة تانية من صباح لحضراتكم، أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة، خلونا نروح لمية ونتعرف منها على آخر أخبار الطقس في مختلف المحافظات. يا لمية صباح الخير. صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير عليك يا منة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة الطقس هيكون لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 22 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في مرسى علم 28 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 18 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بتفصيل بعد شوية.
خلينا نبتدي كالمعتاد بأهم الأخبار. امبارح تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، حيث شملت الجولة تفقد أعمال إنشاء محور اللواء محمود نصر اللي بيعد واحد من أهم المحاور الرئيسية الجديدة الجاري إنشائها لتخفيف الأحمال المرورية على طريقي القاهرة السويس والقاهرة الإسماعيلية. كمان سيادة الرئيس قام بالاطمئنان من العاملين على سير العمل، مؤكدا أهمية هذا المحور لتغيير الشكل المروري في القاهرة، فضلا عن دعم المسار التنموي الذي تنتهجه الدولة، وجه بمواصلة الحرص على الحفاظ على جودة التنفيذ وكمان مراعاة البعد البيئي في إنشاء مختلف الطرق بمحافظة القاهرة طبقا للمواصفات العالمية. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، حيث شملت الجولة تفقد أعمال إنشاء محور اللواء محمود نصر الذي يعد من أهم المحاور الرئيسية الجديدة الجاري إنشاؤها لتخفيف الأحمال المرورية على طريقي القاهرة السويس والقاهرة الإسماعيلية، حيث يمتد بطول 19 كيلومترا بدءا من تقاطع الطريق الدائري الأوسطي حتى محطة عدلي منصور التبادلية، بما يساعد على التنقل بسهولة إلى منطقة شرق القاهرة في أحياء مصر الجديدة وجسر السويس وصولا إلى مناطق وسط وغرب القاهرة. وقد قام السيد الرئيس بالاطمئنان من العاملين على سير العمل. طبقا يا فندم لتعليمات سيادتك تم الدراسة والتصديق على إنشاء محور اللواء محمود نصر من تقاطع فندم مع الطريق الدائري الأوسطي حتى الوصول إلى محطة عدلي منصور التبادلية على محور المستشار عدلي منصور. سيادتك فندم أمرت إن احنا نخفف الكثافات على طريق السويس وعلى طريق الإسماعيلية وعلى كل التجمعات السكنية اللي موجودة على طريق السويس. الطريق ده يا فندم بيخدم على كل المناطق اللي هي شرق مصر اللي جايه محافظات شرق مصر او من مناطق الوجه البحري، مستفيد من الدائري الاقليمي او من الدائري الاوسطي للوصول الى بدايه المحور بتاعنا يا فندم من على الدائري الاوسطي الى الوصول الى مناطق مصر الجديده وجسر السويس. المحور ده يا فندم بطول 19 كيلومتر، في جزء غرب الدائري يا فندم ده حوالي 7 كيلومتر وجزء شرق الدائري 12 كيلومتر. لما بيربط فندم معايا هنا على مناطق جوزيف تيتو بيسهل الحركه فندم من مناطق مصر الجديده ومناطق شرق القاهره ومطار القاهره، ولما يربط على عد منصوره فندم بيسهل الحركه منه، بينقل الحركه منه المروريه، بيربط منه مناطق السلام عين شمس المطريه ومنه فندم الفريق العصار منه لرود الفرج، وبعد كده فندم يوصل لطريق اسكندريه الصحراوي. انا عايز اقول للناس هنا ايه، انا عايز اقول لهم ان ال 19 كيلو دول اللي احنا عملناهم احنا بدراستنا محور الاسماعيليه ومحور السويس لقينا ان احنا ما عندناش محور تبادلي لهم يخفف الحركه اللي عليهم وفي نفس الوقت يخدم على تجمعات الكتير اللي بتتعمل دلوقتي. تمام سيادتك يا فندم. كده تمام يا فندم. احنا فتحنا الطريق ده في وسط قاعده المشير حسين طنطا. تمام سيادتك يا فندم. وده امر مهم قوي الناس تعرفه، ان ده ان احنا نغير في شكل القاهره وحركتها القاهره الكبرى عشان نخلي فيه تبادليات، نخلي فيه فرص حركة مختلفة لكل الخيارات. تمام يا فندم. مش كده؟ تمام يا فندم. هو ده اللي احنا عايزين نقوله للناس، وعشان كده طب حجم الأراضي اللي ممكن هنا بعد احنا ما عملنا المحور ده اللي يتم تنميتها. ده يا فندم بيخدم التنمية المستقبلية فعلا. المستقبلية، ولو احنا عايزين نعمل دلوقتي تنمية لمنطقة القاهرة الكبرى في المنطقه دي هنجد اراضي، وانا معدي عليها دلوقتي وشفت الحجم الارضي المتاح قد ايه. فانا عايز اقوله بالنهايه 19 كيلو لكن هيعملوا نقله كبيره جدا جدا في الحركه، لان انت جايب كمان مش بس من الغرب ولا الشرق المحور، لا انت جاي النهارده من الشمال للجنوب، جاي من عدلي منصور لغايه السويس، تقدر تناور زي ما انت عايز في العرضيات اللي موجوده دي زي محور سعد الشاذلي زي محور فريق محمد فوزي، بالاضافه بقى انك انت نازل ايه؟ انت بتقول له انا هجيبك من المطريه والمرج
تمام عين شمس ونزلك على الشروق ونزلك على اوساط. تمام مش كده؟ والاوساط دي حضرتك زي ما انت عايز. تمام يا فندم. المحور كله يا فندم هو بيخدم كل حاجه، مش موضوع طرق فقط يا فندم وتلوث، لا يا فندم الموضوع ده الطرق وشبكه الطرق دي كلها بالكامل بتخدم على التنميه وعلى تنميه مستقبليه، تنميه موجوده دلوقتي. اتفتح يا فندم طرق في اماكن فيها اكتشفنا منها محاجر تعدين واماكن صعبه الوصول وصلنا لها، بدا يبقى فيها ثروات للبلد بتدخلها من خلال شبكه الطرق ده يا فندم، مش مجرد وصول وخلاص. كما اكد السيد الرئيس على اهميه الحفاظ على جوده التنفيذ ومراعاه البعد البيئي في انشاء مختلف الطرق بمحافظه القاهره طبقا للمواصفات العالميه، فضلا عن اعداد دراسه للوصول الى السبل المثلى لاستخدام الاراضي المحيطه بهذه الطرق على نحو افضل. طيب فندم سيادتك، فندم جميع المشاريع اللي مكلف بيها فندم بنحرص على تنفيذها باعلى جوده ممكنه وفي اقل وقت يا فندم وباقل التكاليف. وانا على فندم في الجوده احنا بنستعين بالمكاتب الاستشاريه لكل من جامعه عين شمس وحلوان والقاهره. سيادتك يا فندم احنا بنراقب على نفسنا، سيادتك ده احنا المجلدات اللي بنراقب بيها على جميع البنود طبقا للمواصفات. تمام فندم، طبقا للمواصفات الوقود المصري. بالنسبه يا فندم لتقليل التكلفه يا فندم، احنا هنا بدانا بفكره ان احنا نعيد تدوير استخدام المواد ونعيد استخدامها تاني سواء كانت في طبقات الاساس او الاساس المساعد. فندم احنا هنا استعنا بسبع وحدات اعاده تدوير مواد سواء كان تكسير اسفلت او خرسانات، وبنعيد استخدامها تاني كقيمه مضافه للمشروع. لا هي مش قيمه مضافه بس يا رجل، انا عايز اقول لك انتوا النهارده ده تلوث. انا لما كنت النهارده عندي مخلفات اسفلت برميها في الجبل او برميها في اي حته بلوث، فبدا بقى بدل ما ارميها اجيب محطات تدورها لي استخدمها تاني في الطريق اللي بعمله، يبقى لا لوثت وخفضت من التكلفه 20%. منها التكلفه يا فندم بالظبط يا فندم. تمام بالظبط التكلفه يا فندم والبعد البيئي يا فندم. طب بص يا رامز، وانا معدي كده شفت حجم اراضي فاضي كتير، ادرسوا الموضوع وخلي هندسيين يدرسوا عليه وتعرضوا عليا بحيث ان احنا وانتم شغالين كده نكون اتحط التصور. تمام، لان احنا مش عايزين الطريق ده يبقى يعني عايزين نستفيد بالارض. اوامر كده. اوامر شاكرين. اوامر امبارح رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ألقى كلمة أمام منتدى الصين ومنطقة المحيط الهندي للتعاون الإنمائي، وأيضا الحكومة نفت تحذير المواطنين بعدم الذهاب للمستشفيات في حالة الشعور بأعراض فيروس كورونا. كمان الداخلية استعرضت محاور الخطط الأمنية اللي أعدتها الوزارة لتأمين الانتخابات الرئاسية 2024، والهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت دليل استرشادي عن الانتخابات الرئاسية المصرية. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ألقى كلمة افتراضياً خلال فعاليات منتدى الصين ومنطقة المحيط الهندي للتعاون الإنمائي اللي بتستضيف الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي وحكومة مقاطعة يونان الصينية. وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للحكومة الصينية على تنظيم منتدى الصين ومنطقة المحيط الهندي للتعاون الإنمائي اللي بيأتي في توقيت مهم للغاية تتزايد فيه الحاجة لتعزيز التعاون المشترك لمجابهة آثار التغيرات المناخية خاصة لدى الاقتصادات النامية والناشئة. وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد أهمية مراعاة تحقيق عنصر الاستدامة في المشروعات والأنشطة التنموية المختلفة اللي أصبح أمر أساسي لمواجهة التغيرات المناخية، مشيراً إلى أن هناك حاجة ماسة إلى تحقيق التوازن بين تطوير مشروعات البنية التحتية والحفاظ على التوازن البيئي. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة للمنشور المنسوب لوزارة الصحة اللي بيحذر المواطنين بعدم الذهاب للمستشفيات حال الشعور بأعراض فيروس كورونا أو إرسال الوزارة فرق استجابة لإجراء الفحص المنزلي، وإن المنشور المتداول مزيف وغير تابع للوزارة نهائياً، مشيرة إلى أن الوزارة لم تقم بتوجيه أي فرق طبية تابعة ليها للمنازل لفحص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، وشددت على أن كافة المستشفيات على مستوى الجمهورية تقوم باستقبال جميع المرضى بما فيهم المصابين بكورونا مع إجراء كافة الفحوصات والتحاليل اللازمة لهم وتلقي العلاج المناسب.
امبارح عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اجتماع بمساعدي الوزير، والتقى بمديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية 2024. واستعرض وزير الداخلية محاور الخطط الأمنية اللي أعدتها الوزارة لتأمين الانتخابات الرئاسية 2024 اللي بترتكز على ثوابت يأتي في مقدمتها الاهتمام بتوفير المناخ الآمن للمواطنين وتأمين قيامهم بممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم الانتخابية. وتابع عبر تقنية الفيديو كونفرنس استعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين سير العملية الانتخابية وخطط انتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع على مستوى الجمهورية. امبارح أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي دليل استرشادي عن الانتخابات الرئاسية المصرية، تضمن القواعد المنظمة لعمل اللجان الفرعية ودور رؤساء اللجان الفرعية قبل وخلال عملية الاقتراع. أيضاً بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات تنفيذ خطة نقل القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية للمحافظات المقرر لها غداً الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023. وأكدت الهيئة أن 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية هيتولوا الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ. وتم التأكيد أن عدد المقار الانتخابية بيبلغ 9376 مركز انتخابي بيضم 11631 لجنة اقتراع، مع الوضع في الاعتبار التيسير على كبار السن والناخبين ذوي الاحتياجات الخاصة في توزيع الناخبين على المراكز الانتخابية. أما جولتنا في المحافظات فشهدت مجموعة من الأخبار، أبرزها نقل خدمات الصحة الغردقة لوحدة المينا بشكل مؤقت، والمنصورة الجديدة أعلنت ميعاد القرعة لوحدات مشروعي جنة وسكن مصر. كمان تم تحصين 183 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلعية والوادي المتصدع في محافظة الغربية. أما في اسكندرية فتم رفع حالة الطوارئ استعدادا لسقوط أمطار نوت قاسم، وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها أن أجهزة محافظة البحر الأحمر أعلنت عن نقل الخدمات الصحية بمكتب صحة الغردقة في مقره الحالي خلف مستشفى الغردقة العام لوحدة الميناء الصحية جنوب الغردقة، وده بسبب وجود لجنة انتخابات رئاسية في مكتب صحة الغردقة خلال الفترة من اليوم السبت إلى يوم الثلاثاء المقبل. وجهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية أعلن عن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية لعدد من الوحدات السكنية بمشروعي جنة وسكن مصر. وستعلن القرعة العلنية لعدد من الوحدات السكنية اللي بيبلغ عددها 288 وحدة التي تم الإعلان عنها خلال الفترة من يوم 15 شهر أكتوبر الماضي حتى 14 نوفمبر الماضي، وسيتم إعلان القرعة يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و27 ديسمبر الجاري في الصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضي بمدينة المنصورة. مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية أعلنت أن إجمالي ما تم تحصينه بلغ 183 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وده خلال الحملة القومية الثالثة لعام 2023. شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أعلنت رفع درجة الطوارئ بالشركة استعداداً لهطول الأمطار طبقاً لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية، وده بالتزامن مع نوت قاسم اللي بتضرب المدينة الساحلية بأمطار غزيرة، وفقاً لبيان هيئة الأرصاد بسقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً على فترات متقطعة وبيصاحب ذلك نشاط للرياح. في محافظة الأقصر انطلقت من أرض مطار البالون الطائر غرب المحافظة 25 رحلة بالون طائر حملت على متنها حوالي 700 سائح من حول العالم، وسط أجواء من السعادة في قلوب السياح خلال الاستمتاع بسحر الأقصر من الأعلى. مديرية الصحة في محافظة دمياط نفذت قافلة طبية علاجية بأبو عدوي مركز كفر سعد تشمل 12 عيادة طبية تعمل على 10 تخصصات مختلفة في إطار الجهود اللي بتبذلها الدولة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجاً. وأسفرت فعاليات القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 1286 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة ليهم بالمجان. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع من بعد ونكمل باقي فقراتنا.
بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء. كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك، وطمنينا عن حاله الطقس النهارده واهم الظواهر الجويه اللي ممكن نتعرض لها على مدار اليوم. احنا طبعا يمكن مساء امس حتى ساعات الليل شهدت محافظه الاسكندريه وبعض المناطق من محافظات شمال الوجه البحري زي البحيره وكفر الشيخ وايضا كمان بعض المناطق من محافظه مطروح امطار متوسطه ورعديه في مجملها، ويمكن كانت غزيره في بعض الاماكن واستمرت خلال فترات الليل، وكان ده طبقا لتوقعات الهيئه العامه للارصاد الجويه. اليوم متوقع ان كميات الامطار تقل عن الامس وتتحول لامطار خفيفه الى متوسطه على بعض المناطق الموجوده في سواحلنا الشماليه، المحافظات المطله على البحر المتوسط، كمان محافظات شمال الوجه البحري زي شمال البحيره وكفر الشيخ والقهليه، بالاضافه كمان لبعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر زي حلايب شلاتين مرسى علم. لكن مجمل امطار اليوم باذن الله مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه وهتكون على فترات متقطعه من اليوم، بالاضافه كمان متوقع اليوم استمرار انخفاض قيم درجات الحراره عظمى على القاهرة الكبرى. فترة النهار هتكون 22 درجة مئوية وهنحس بالأجواء الخريفية، يعني هي أجواء خريفية أشبه أكثر بالأجواء الشتوية اللطيفة تماما خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى الوجه البحري السواحل الشمالية محافظات شمال الصعيد، أجواء معتدلة تماما على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده بيكون أكثر كمان في فترة الظهيرة مع وجود شدة للإشعاع الشمسي، فور غياب أشعة الشمس وصلنا في فترات الليل طبعا بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة، لكن هيكون في مزيد من الإحساس بالبرودة ومزيد من الإحساس بانخفاض قيم درجات الحرارة، وخاصة ساعات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر، لأنه متوقع أن صغرى فترة الليل تكون ما بين 13 إلى 14 درجة مئوية على القاهرة الكبرى. المدن الجديدة الأماكن المفتوحة بشكل كبير بتحس كمان بالبرودة أكتر من المناطق الداخلية. طيب هو الانخفاض في درجات الحرارة ده طبيعي في الوقت ده من السنة؟ هو طبيعي جدا لأن احنا خلاص بنقترب من بدايات فصل الشتاء، يفصلنا عن فصل الشتاء تقريبا أسبوع أو أسبوعين بالكثير 21 ديسمبر، فده طبيعي إن احنا نشوف انخفاضات في قيم درجات الحرارة ونشوف كمان خلال الأيام اللي جاية مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة فترات النهار وفترات الليل، نشوف بعض حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية أو وجود المنخفضات الجوية اللي بيبقى معها أمطار موجودة بشكل كبير على شمال البلاد. يمكن كمان اليوم احنا بنقول درجات الحراره منخفضه خلال فترات الليل، وده متوقع ان هو يستمر معانا على مدار هذا الاسبوع كله، لان احنا متوقعين ان العظمى فتره النهار تكون على القاهره الكبرى بتتراوح ما بين 21 الى 23 درجه مئويه خلال فتره النهار على مدار هذا الاسبوع، فترات الليل ما بين 13 الى 14 درجه مئويه، فهنحس بمزيد من البروده ومزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره، خاصة انه متوقع مع يوم الاثنين اللي جاي يكون في حالة من حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجوية، منخفض جوي متعمق بشكل كبير في طبقات الجو العليا ومنخفض سطحي على سطح البحر المتوسط، هيكون في امطار متفاوتة الشدة ورعدية على محافظات شمال البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر، يمكن كمان متوقع ان ذروة الحالة تكون الثلاث والامطار تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى، يمكن الفترة دي بتبقى فترة انتقالية بيحصل فيها تقلبات جوية حادة وسريعة، فمهم جدا ان احنا نتابع النشرات الجوية بصورة يومية لان وارد جدا يحصل تغير في الحالة الجوية من يوم للتاني. نوعية الملابس في الفترة دي مهمة جدا، الملابس الشتوية والصحاب جاكيت كمان عند الخروج فترات الصباح الباكر او ساعات الليل المتأخر، هيكون في نشاط للرياح هيزود احساسنا ببروده الطقس وانخفاض قيم درجات الحراره مع حاله عدم الاستقرار الاثنين والثلاث، فلازم ناخد بالنا المحافظات المعنيه اكثر بسقوط الامطار وخاصه في السواحل الشماليه او سيناء او خليج السويس وخليج العقبه، لازم مع سقوط الامطار نبتعد تماما عن اعمده الاناره بشكل كهرباء، الواح الاعانات المعدنيه الموجوده في الشوارع المباني المتهالكه، وكمان تكون القياده بهدوء تام. يمكن كثافة الشبورة المائية خلال الأيام دي قلت تماما عن اللي احنا شفناها بالفعل الأيام الماضية،
وهتستمر معانا كده. شبوره مائيه ممكن تكون يعني تاثر بانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه، لكن مش هتكون ضبابيه او يعني هتاثر على حركه المرور بشكل كبير. بشكرك فنيا، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره للعظمى فيها 22 والصغرى 13، العاصمه الاداريه 22 12، اسكندريه 22 13، العلمين الجديده 23 14، مطروح 21 12، دمياط 22 14، بورسعيد 23 13، اسماعيليه 23 13. السويس العظمى فيها 23 والصغرى 13، العريش 22 12، كاترين 18 4، طابة 20 13، حلايب 26 21، شلاتين 27 21، شرم الشيخ 26 18، الغردقة 25 17. الفيوم العظمى فيها 21 والصغرى 12، بني سويف 22 11، الوادي الجديد 25 9، أسيوط 23 9، سوهاج 23 12، قنا 24 13، الأقصر 25 12، وأخيرا أسوان العظمى فيها 26 والصغرى 13. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية نروح لشاذلي ومنى نكمل معهم فقراتنا. شكرا لكلامك. ودلوقتي مشاهدينا هنسيبكم مع تقرير لأهم الأحداث المقرر حدوثها النهاردة، تعالوا مع بعض نستعرضها بالتفصيل في التقرير اللي جاي. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيعرض المركز الثقافي الروسي البيت الروسي بالقاهرة فيلم خرائط النجوم في الساعة 6:30 مساء بقاعة الندوات، بترشيح وتقديم الدكتور جلال سعيد عضو مجلس إدارة جمعية الفيلم، وبيأتي ذلك في إطار البرنامج الأسبوعي لعروض أفلام جمعية الفيلم. النهاردة لعشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع مباراة قوية في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، واللي بتجمع بين الزمالك وساجرادا الإنجولي في تمام الساعة 6:00 مساء. اليوم لعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع 6 مباريات قوية في إطار الجولة 16 من عمر المسابقة، من أهمها مباراة ليفربول مع كريستال بالاس في تمام الساعة 2:30 عصراً، ومباراة مانشستر يونايتد مع بيرنموث في تمام الساعة 5:00، وفي 7:30 لقاء القمة اللي بيجمع بين أستون فيلا صاحب المركز الثالث وأرسنال متصدر الدوري الإنجليزي. ما زالت طبعا قوات الاحتلال الإسرائيلي وكل يوم بتحاول ان هي تغير من خطتها لتنفيذ طبعا خطة تهجير الأهالي في قطاع غزة، بدأت بتهجيرهم من الشمال إلى الجنوب، وحاليا بتلاحق الأهالي شمالا وجنوب وجنوبا من أجل توجيههم لاتجاه واحد وهو معبر رفح. أعتقد هنا بيجي السؤال، فعلا بقى هدف الاحتلال التهجير للحدود المصرية؟ ده فعلا بقى واضح وصريح للجميع؟ ايه دور مصر في صد المخطط ده؟ خلينا نعرف تفاصيل اكتر. معانا على التليفون الدكتور احمد رفيق عوض رئيس مركز الدراسات المستقبلية في جامعة القدس. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح النور، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بكم. اهلا بيك دكتور. لما نتكلم عن الخطه الحاليه اللي بيعمل عليها الاحتلال لتهجير الاهالي من قطاع غزه بشكل كامل. كما قلت حضرتك، الاسرائيلي المحتل ومنذ يعني 8 أكتوبر حتى هذه اللحظه، والمحتل يقوم بعمليه يعني ضبط حركة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة بما يخدم سياسته في التهجير، وهو والتهجير على اسلوبين او بطريقتين، التهجير القسري بالطيارات والدبابات والقتل وتفجير المنازل والمراكز الايواء والمستشفيات وتدمير كل شيء، وايضا التهجير الطوعي. هذا التهجير الطوعي هو انه يحول قطاع غزة الى مكان غير قابل للحياة، وبالتالي الفلسطينيين سيختار او سيضطر ان يختار الهجره، الهجره الطوعيه. ولكن ايضا هناك مستوى ثالث اسرائيل تعمل عليه، وهو مساله الاغراء، طبعا بمساعده امريكا وغير امريكا. نعم. بمعنى انه محاوله اغراء او اجبار اطراف عربيه وغير عربيه باستقبال الفلسطينيين من قطاع غزه بمحاولة كما قلت التهجير القسري أو الطوعي. لهذا السبب المسألة معقدة أكثر، يعني أكثر تعقيدا مما نشاهد.
المسألة تقوم على الميدان في الميدان من محاولة ضبط الحركة وتوجيهها نحو معبر رفح، وأيضا على المستوى السياسي اللي في عملية إغراء مالي وسياسي وأيضا تهديد. لذلك هذه الفكرة لم تغادر فكرة الصهيوني، فكرة الإحلال الطرد والإحلال، لأن هناك في أطراف حكومية إسرائيلية تقول أنه سنعيد الاستيطان لقطاع غزة أو نعيد الاحتلال على الأقل، وبالتالي فكرة الطرد والإحلال لم تغادر فكرة الصهيونية حتى اللحظة. وهي هي تعتقد، إسرائيل أقصد، تعتقد أنها بقليل من الضغط، بقليل من الإغراء، بقليل من المساعدة الغربية والأمريكية تستطيع إقناع الأطراف المختلفة بقبول هذه الفكرة. طيب. الآن باختصار أيضا هذا الكلام يطول، الموقف المصري والموقف الأردني موقف مهم ومشكورين جدا عليه، ولكن أيضا برأيي المتواضع والمحب أيضا أنه لابد من إفهام إسرائيل بكامل الحسم وبكامل الحزم أن فكرة التهجير يجب أن تسقط من الأجندة تماما، الأجندة الاحتلالية، لأنه التهجير عمليا مش بس تفصيل القضية الفلسطينية ومش بس تفكيك للمجتمع الفلسطيني، لا، هي تحميل العالم العربي أخطاء وأعباء الاحتلال الإسرائيلي، وبدل أن تدفع إسرائيل ثمن احتلالها عمليا تريد أن تجعل العالم العربي يدفع ثمن احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية. لهذا السبب يعني التهجير هنا يشبه هزيمة أخرى، هزيمة وعي وهزيمة سياسة وهزيمة مصالح وهزيمة استراتيجية. لهذا السبب كان لابد من تطوير المواقف بحيث أن إسرائيل تتخلى عن هذه الرؤية الاستعمارية. عظيم. دكتور أحمد، الهدف المعلن لهذا الهجوم هو القضاء على المقاومة سواء في الداخل الإسرائيلي أو للعالم كله، بأن إسرائيل بتفعل كل هذه الأفعال من أجل القضاء على المقاومة. هل بخطة التهجير تقضي على المقاومة؟ هي تقضي على الشعب الفلسطيني كشعب كجماعة، وبالتالي عندما وهذا على فكره يعني هدفها الكبير منذ عام 1948، يعني منذ 74 سنه هي لا تعترف بالشعب الفلسطيني كجماعه، هي تعترف به كافراد كاقليات، ولكن لا تعترف به كشعب له حقوقه. وحتى اللحظه اسرائيل تنكر وجود الشعب الفلسطيني وبالتالي تنكر حقوقه كجماعه، يعني الحقوق الجمعيه اسرائيل تنكرها على الفلسطينيين، ولكنها قد تعترف بافراد أو بأقليات هنا وهناك. ولهذا السبب يا صديقي العزيز هي عمليا تريد أن تفصل بين الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وأيضا في الضفة الغربية تفصل ما بين أهل القدس والضفة الغربية المحتلة، وأيضا هي تحاول أن تقسم الفلسطينيين إلى ديانات وطوائف. يعني كلما فككت أكثر كلما سيطرت أكثر، ولهذا السبب التهجير هنا يلعب دور في تفكيك الشعب الفلسطيني وبالتالي إلغائه وشطبه عن الخارطة. ولهذا هي عندما تفكك الشعب الفلسطيني ستقول أنها ليس هناك شعب فلسطيني حتى أتفق معه، ليس هناك ممثل واحد، ليس هناك صوت واحد، وبالتالي مع من أتفاوض، مع من أقوم بعملية تسوية. ولهذا السبب بفكرة التهجير تخدم الفكر الصهيوني القائم على تفكيك الشعب الفلسطيني أو إلغائه أو شطبه. هذا بالضبط السر الإصرار المحتل الإسرائيلي على فكرة التهجير. أكيد إحنا شايفين الاحتلال بيركز على منطقة رفح بالذات في تهجير أهالي غزة إليها، في هدف وراه من التركيز على هذه المنطقة؟ طبعا في هدف، الهدف انه كما قلت يعني اسرائيل بسهوله شديده تستطيع ان تحول المليون وتقريبا مليون و200 الف اللي مزدحمين في رفح، حد يعيشوا أسوأ ظروف حياتهم، حياه غير طبيعيه. يوم امس يعني راينا غوتيريش كيف شرح الموقف، وهؤلاء يعني في رفح عمليا بدون مي، بدون وقود، بدون دواء، بازدحام شديد، بدون خدمات، في حرب تجويع عليهم، وهذا ضد القوانين على فكرة، حرب التجويع هذا يعني هذا ضد كل القوانين. إذا بالتالي عندما يكون هؤلاء المليونين، مليون ومئتين ألف بهذه الظروف، إذا فتحت ممرات بين قوسين آمنة إنسانية سميها ما شئت أو ضغط أكثر عليهم، سيؤول لك باتجاه الشقيقة مصر، وفي مصر لن يطلقوا النار عليهم، العرب مسلمين زيهم، وبالتالي لا يمكن ان يطلقوا عليهم النار، وبالتالي تقذف اسرائيل مشكلتها مع الشعب الفلسطيني باعتبارها هي قوه الاحتلال،
الى البصر، وبصر عمليا تتحمل ذلك انسانيا، لانه انسانيا واخلاقيا لا يمكن لبصر ان ترفض او انه تقول لنا لا اريد او تطلق النار عليه، مستحيل. بالتالي اسرائيل عمليا تثبت سياستها، سياستها للتهجير. لهذا السبب انا يعني اصر وعلى هذه المنبر الكريم والجميل اقول انه الخطه في مصر يجب، انه مش اقول يجب يعني مش حلوه هنا، لكن اقول انه مصلحتهم الامنيه والسياسيه والاستراتيجيه انه ينتبهوا لهذه السياسه الخبيثه والمستمره ويقمعوها في مهدها قبل ان تتفاقم، بمعنى اكثر وضوحا واكثر صراحه. الدور المصري هنا يجب ان يكون اكثر تدخلا منذ الان، حتى هو يبدأ من زمان، لكن منذ الآن على السياسة المصرية أن تكبح هذه التوجهات الاستعمارية الإسرائيلية. كل الشكر ليك دكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز الدراسات المستقبلية في جامعة القدس. من يومين نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية صور ومقاطع فيديو عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقعها الإلكترونية لمعتقلين فلسطينيين مصطفين في شوارع شمال غزة. انتشرت صور تانية لشهداء تم قنصهم وهم بيرفعوا راية بيضاء. طبعا هذه المشاهد أثارت جدل كبير، وانتشرت الصور دي على نطاق واسع وكانت محل إدانة مش بس في الدول العربية والشارع ده، ولكن كمان في الداخل الإسرائيلي. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور أحمد فؤاد أنور الباحث في الشؤون الإسرائيلية. دكتور صباح الخير يا فندم. أهلا أستاذ محمد وأهلا أستاذ أمين. يا أهلا بحضرتك. إزاي حضرتك بتقرأ هذه المشاهد وبتشوف هذه الصور اللي لقت إدانة كبيرة مش فقط في الأوساط الإعلامية العربية وفي الشارع العربي والدولي، أيضا في الداخل الإسرائيلي؟ هي طبعا فضيحة متكاملة، سبق وتجربة ذلك في العملية السابقة الأخيرة الدرية لإسرائيل في غزة وفشلت بامتياز. يعني كان في تقبط آنذاك، والتقبط الحالي مرجعه الفضائح المرتبطة باكتشاف شخصيات بعينها ضمن الذين تزعم إسرائيل أنهم مقاومين. فتم اكتشاف إعلامي، تم اكتشاف شخصيات أكاديمية موجودة. الحاجة الثانية اللي بدأت الطرف الخير إن ما فيش حد فيهم في كاتش، يعني مفترض في أثناء المقاومة في عمليات سابقة حتى في أثناء إلقاء القبض على أسير بيكون في اشتباك في نوع من العنف، إنما اتضحت الحقيقة يعني بالتدريج. حد باسم جيش الاحتلال اعترف منذ قليل بان تم اقتياد من هم في سن التجنيد او يصلح لهم للقتال للتحقيق معهم. طب يعني اذا كان التحقيق معهم انت اصدرت كميه من الاكاذيب واهنت يعني هذه المشاهد لو سمحت لي، هذه المشاهد اللي كنا بنشوفها دلوقتي على الشاشه وهم بيقتادوا عدد كبير من الفلسطينيين، دول متجهين للتحقيق؟ هذا الرأي أخيرا لمنذ دقائق بعد ما الدنيا كلها قالت إن دول مش مقاومين وإن دول مش مسلحين، وإن حتى لو يعني السياق نفسه غير منطقي وإن في شخصيات منهم شخصيات معروفة، يعني هم حاولوا يخفوا العيون ويعني يخفوا الملامح، لكن في النهاية تم تمييز عدد منهم إن هم أكاديميين وإعلاميين لهم أسمائهم، يعني سواء اقتحموا مدارس الأونروا واخذوا منهم من في سن يصلح للقتال وادعوا ان دول مقاومين واشتبكوا واحنا استسلمنا، وفي النهايه تم فتح الامر. طيب يعني لا يخفى على احد ان الصور دي هتدين الجانب الاسرائيلي دائما، يعني حتى لو في الداخل الاسرائيلي او في الخارج. احنا عايزين نعرف ايه المغزى من نشر هذه الصور برغم انهم عارفين كويس قوي ان ده هيتسبب في ادانتهم في المجتمع الدولي. الروح المعنويه طبعا في اسرائيل، الاشتباكات الداخليه في اسرائيل التي جعلت البعض لا يثق بان هناك نيران صديقه قتلت الكثيرين من جنود الاحتلال. ايضا التمييز، البعض يتحدث لماذا تل ابيب لا يسقط منها قتلى في هذه الحرب. ابتدت هذه النعره تزيد ان هناك شرقيين وان هناك سكان مناطق فقيره هم الذين يلقون حتفهم. ايضا مشكله عدم الاعتراف بمصير المحتجزين والاسرى، ده اصلا ضاغط على الجانب الاسرائيلي. منذ قليل برضو صدرت عن معايير يعني احتجاجات صريحه
بتقول ان المشكله مش في غزه ولا استمرار القتال في غزه، مشكله في الحكومه المجنونه اليمينيه التي تقود اسرائيل علشان موضوع القضاء والتهرب من المحاكمات الفساد التي تلاحقها، وعشان الاستيطان هو في النهايه المستوطنين اقليه داخل اسرائيل، فان الجميع يسير وفق رغباتهم وارائهم واساطيرهم ده غير مقبول. طيب دكتور، خلال الايام اللي فاتت قل الحديث بشكل كبير جدا عن المحتجزين، لماذا برايك؟ لان هو كان في مراهنه وفاشله من جانب الحكومه الاسرائيليه ان هم هياخدوا معلومات ممن تم افراج عنهم من حماس، ثم تحليل صور الاماره الصناعيه لعمليه التسليم والتسلم، ثم اجراء عمليه لتحرير احد الرهائن، ثم ادراج ذلك في الاعلام على انه انتصار كبير. لكن طبعا حضرتك عارف ان امبارح كان في عمليه فشلت وتم قتل الاسير في اثناء الاشتباكات، وتم جرح وقتل عدد من المهاجمين، والحقيقه هو تاريخهم كده في عمليات الافراج عن الرهائن في فشل ذريع ومتكامل. لكن بجهاز الاستخبارات اللي بيدعوا ان هو اكبر جهاز استخبارات في المنطقه ما قدروش من خلال التحقيقات مع المحتجزين المفرج عنهم خلال الفتره الاخيره ان هم يصلوا الى اي معلومه. اولا يعني حماس تتحسب لهذا فتتخذ اجراءات استباقيه. الجانب الاخر ان دول نساء واطفال، احنا لسه ما دخلناش في مرحله الرجال حتى المدنيين. فمن تم افراج عنهم هم نساء واطفال، وحماس تتحسب يعني هي لديها ايضا امن مضاد للاختراق واجراءات للتمويه. فطبعا ما كانش في اسرائيل معلومات يعني كافيه لانها تقوم بهذه العمليه، زي ما بقول لحضرتك تاريخها في عمليات محاوله عمليات تحرير الرهائن سيئه جدا، رغم ان هم بيقولوا عمليات ناجحه، يعني بتلاقي الاسير مات والمهاجمين ماتوا والاعلام يصر انها عمليه ناجحه. في تصاعد لنبره الاحتجاج في الصحافه الاسرائيليه على ما تقوم به هذه الحكومه الاسرائيليه المتطرفه. معاريف بتقول انها نشرت استطلاع بيؤكد استمرار انهيار شعبيه الحكومه الاسرائيليه، وهارتس بتقول ان استراتيجيه اسرائيل الاحاديه الجانب تجاه غزه هتستمر في التسبب في كارثه اكبر. في تعالي للاصوات الاعتراض في الصحافه الاسرائيليه على ما تقوم به هذه الحكومه. هو انا بالنسبه لي اكبر تعبير ويتجاوز الرقابه هو الكاريكاتير، فالكاريكاتير بيسخر جدا من يائير ابن نتنياهو وعدم خدمته في قوات الاحتياط رغم ان هو عنده 32 سنه، وبيقول ان هو مهتم جدا بميامي والشاطئ اللي في ميامي والاخبار هناك ايه، وان هو لا هيرجع ينقذ ميامي، الشاطئ اللي هناك بيتعرض لبعض الاعتداءات فبيجري تليفونات لهذا الصدد. ده كاريكاتير بيسخر منه ومن عدم اكتراثه وعدم اهتمامه بواجهة اسرائيل. حاجة ثانية، ما صدر عن نتنياهو الأب بخصوص محاصرة بيت السنوار، والجميع يعلم طبعا ان بعد 60 يوم بعد 64 يوم السنوار مش موجود، بل البيت مش موجود، البيت تم قصفه. فكان عامل كاريكاتير رسام ارتس يعني دبابات أمام منزل السنوار وبيخبطوا ويقولوا السنوار موجود، يحيى موجود، فحد بيخرج بيقول له ده في الشغل. فده بيدل على إن في سخرية من نتنياهو ومما يروج له أمام الإعلام بإن في إنجاز. أنا حاصر في بيت السنوار، هو بيت السنوار أولاً متقدم، زي موضوع برضه إسماعيل هنية ولقينا الفيزا كارت ولقينا فواتير، يعني هم رددوا قبل كده ان هو مش موجود، هو فعلا مش موجود في غزه منذ سنوات، وان ابنائه ايضا واحفاده مش موجودين، وما فيش حد يعني بيسيب فواتير كده، واللي بيتحدث باسم جيش الاحتلال بيقدمه بنفسه ان هو انتصار يعني او انجاز. طيب ده دكتور اللي بيسعوا ان هم يروجوه في الاعلام عندهم عشان يقنعوا الشعب الاسرائيلي بانه في بالفعل شغل على الأرض من أجل تحرير المحتجزين والقضاء على المقاومة، هل الشارع الإسرائيلي اقتنع بما يفعله نتنياهو وحكومته؟ لا، الأغلبية طبعاً بتقول إن أنتوا بتهددوا المحتجزين والأسرى على مستويين، مستوى القصف العشوائي
مستوى تردي الحالة الصحية، بعض المحتجزين متقدم في السن، بعضه يحتاج علاج، فلما أنت تضغط على القطاع وتمنع عنه الإغاثة وتستمر في قصف المؤسسات ومقومات الحياة العادية، فبيتضرر أيضا إسرائيل المحتجز في الداخل وبيشكل ذلك خطر على حياته. أكيد، كل الشكر ليك الدكتور أحمد فؤاد أنور الباحث في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لحضرتك. دلوقتي مشاهدينا معاد موجز لأهم الأخبار مع لمي. شكرا شاذلي. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. شملت جولة الرئيس السيسي أعمال إنشاء محور اللواء محمود نصر الذي يعد من أهم المحاور الرئيسية الجديدة، كما قام الرئيس السيسي بالإطمئنان من العاملين على سير العمل في هذا المحور المهم الذي سيسهم في تغيير الشكل المروري في القاهرة وخدمة المواطنين. أكدت وزارة الخارجية أن محاولة البعض تحريف التصريحات الرسمية بشأن إجراءات دخول الأجانب إلى مصر من قطاع غزة عبر معبر رفح لا تعبر إلا عن يأس أصحابها، وشددت الخارجية مجددا بما لا يدع مجالا للشك أو المزايدة على أن السلطات المصرية هي وحدها دون غيرها التي تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة. أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة تحمل الأطراف الدولية مسؤولياتها لدعم وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء المعاناة الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية في واشنطن مع منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكاغورك، حيث تركز اللقاء على تردي الأوضاع الإنسانية والأمنية في غزة. عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في العاصمة الأمريكية واشنطن جلسة مباحثات رسمية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، وذلك بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري. شدد أعضاء اللجنة الوزارية على مطالبتهم الولايات المتحدة بتحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، معبرين عن امتعاضهم جراء استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو الذي منع صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يدعو وللمرة الثانية للوقوف الفوري أو للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية. وجدد أعضاء اللجنة الوزارية موقفهم الموحد إزاء رفض مواصلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. فشل مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع قرار يطالب وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض فيتو، وصوت لصالح مشروع القرار 13 دولة من أصل 15 دولة عضوا في مجلس الأمن الدولي، بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض مما أدى لإفشال مشروع القرار. دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعقد مؤتمر دولي للسلام لوضع حل سياسي دائم يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية. وقال الرئيس الفلسطيني إن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بصفة عامة قد وصل إلى مرحلة خطيرة تتطلب مؤتمرا دوليا وضمانات من قبل القوى العالمية، مشيرا إلى أنه بالتوازي مع العدوان على قطاع غزة زادت قوات الاحتلال الإسرائيلي من هجماتها في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة مع تصاعد العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد البلدات والقرى الفلسطينية.
استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين فجر اليوم جراء قصف إسرائيلي على مدينتي غزة ورفح جنوب القطاع. وأكدت مصادر محلية استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة عدد آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا غرب معبر رفح جنوب القطاع. كما استشهد وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي لمنازل مأهولة في محيط مجمع الصحابة الطبية وسط غزة. وأكدت المصادر المحلية أنه لا توجد إمكانية لانتشال جثامين الشهداء، وذلك بسبب تواجد دبابات الاحتلال في مناطق قريبة من شارع الجلاء في المدينة. كما استهدفت قوات الاحتلال منزلا في مخيم البريج وأرض أبو مهادي شمال النصيرات وسط القطاع، وقصفت عدة مواقع شمال ووسط وجنوب القطاع. أكد برنامج الأغذية العالمي أنه أصبح من المستحيل إيصال المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة مع تصعيد إسرائيل هجماتها. وقال نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو بعد زيارة للقطاع أنه مع انهيار القانون والنظام فإن أي عملية إنسانية ذات جدوى باتت مستحيلة. وأضاف أنه مع وصول جزء صغير للغاية من الإمدادات الغذائية اللازمة والغياب الصارخ للوقود وانقطاع أنظمة الاتصالات وانعدام الأمن لموظفي البرنامج، لا يمكن للبرنامج القيام بعمله. مشاهدينا، انتهى موجز الثامنة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. ليس الاحتلال الإسرائيلي بيرتكب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. الاحتلال بيتمادى في عدوانه بالهجوم المتكرر وما زال بيستهدف المدنيين العزل. طبعا ما فيش شك أنه جرائم المستوطنين بتتصاعد هي الأخرى في الضفة الغربية تحت سمع وبصر العالم كله. الحرب مستمرة من جانب قوات الاحتلال على كل شبر في أرض فلسطين، قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، ووسط طبعا مخاوف من كارثة إنسانية أعمق بكتير. قراءة وافية عن ما يحدث داخل القطاع، معانا في الاستوديو الدكتور أحمد ماهر الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. دكتور صباح الخير. صباح النور. يا أهلا بحضرتك، منورنا يا فندم. سعيد بوجودي معكم. تشرفنا بحضرتك. طيب في البداية، كيف تقيم ما يحدث بعد أن تجاوزنا الشهرين وما زالت الحرب مستمرة على قطاع غزة؟ يبدو كده أن إسرائيل حتى الآن هي فاشلة في تحقيق أي نتائج على الأرض، وان المهله اللي اداها لهم الرئيس بايدن لحد نهايه هذه السنه لن يستمروا برضه في النجاح، رغم ان المجازر بيحاولوا يزودوها وحروب الاباده بيحاولوا يزودوها والضغوط اللي بيعملوها لدفع الفلسطينيين في اتجاه الجنوب وفي اتجاه حدودنا ما زالت مستمره. لكن يبدو ان هم لن ينجحوا في تحقيق اي نتائج على الارض. ده اللي واضح في البدايه، بالاضافه الى ان حتى الان هم لم يحققوا حتى، يعني كان في عمليه كانت امبارح بيحاولوا يحرروا احد جنودهم الاسرى في عمليه المفروض تكون كبيره، اتوقع ان طبعا ان الولايات المتحده وبريطانيا كانوا مشاركين فيها بالطائرات بدون طيار، لكن ما قدروش ان هم يحرروه، بل بالعكس اللي حاولوا يحرروه اتقتل في اثناء محاوله التحرير، وكمان اصيب 2 من الجنود الواضح ان هم دول كانوا اللي بداوا الاقتحام، يعني اصابات بالغه لدرجه ان ده اللي اعلن عليه متحدث باسم الجيش الدفاع الاسرائيلي، اصابات بالغه. والعمليه معلش في النقطه دي يا فندم، هل ده مؤشر على ان قوات الاحتلال بدات يكون عندها معلومات اكتر عن مكان المحتجزين؟ هو اكيد تم تحليل من المحتجزين السابقين، طرق الاخفاء والاماكن اللي ممكن يكونوا بيتم اخفائهم وكده، لكن انا اللي اعرفه برضو ان في نفس الوقت ان حماس ما بتحطش كل الجنود في مكان واحد، انما بتفرقهم، او كل الاسرى يعني في مكان واحد انما بتفرقهم في اماكن مختلفه، بحيث ان ما حدش حتى لو تمت عمليه ناجحه، ولا اتوقع ان في عمليات ناجحه حتى في المستقبل، يعني هتكون في برضو مش يعني مش هتحقق النتيجه. وكمان انا اتوقع ان في رساله بعتتها حماس في موت الاسير، ان اي محاوله
يعني ان هم ياخدوا هذا الاسير او يعني ياخدوه من قوات الجيش القسام او من المقاومه، في نفس الوقت هيكون هذا الاسير مقتول. فدي رسائل برضو، يعني دي رسائل اللي هي بتبعتهم ان انت لو حاولت تتحرر اسير هيتقتل. طيب ده ممكن يكون رد فعله ايه على الشارع الاسرائيلي؟ يعني احنا شايفين ان الاصوات بتتصاعد انه تراجع الكلام عن الاسرى، انتوا ما بترجعوش الاسرى، مش شايفين اي نتيجه. ولما ابتدى يحصل اي نوع من انواع الاقدام على يعني الحصول على الاسرى اهو تم قتلهم، فده ممكن يبقى الاهالي هتعمل ايه معاهم؟ ضغوط اضافيه على نتنياهو. كان في تسريب صوتي لسه كان طالع امبارح بان الاسرى يعني في حاله انفعال وغضب من ان الاسرى بتوعهم في حاله تهديد، وان ممكن يتم التضحيه بيهم. وطبعا بيحاول نتنياهو ما بيقولوا بصوت واضح انت فشلت، وعشان كده انا باكد الموضوع الفشل. هم مرعوبين على اولادهم. لسه في برضه تظاهرات امبارح ما زالت مستمره اهالي الاسرى، فلتحرير الاسرى هم بيتكلموا على اعداد تتجاوز حوالي 138 اسير ما زالوا يعني. واغلبهم يعني دلوقتي من الاسرى وليس الرهائن. رتب عسكريه وجنود. رتب عسكريه وجنود زي الجندي اللي اتقتل امبارح على سبيل المثال يعني. فدلوقتي المعركة أنا شايف أنها داخلة في مراحل صعبة جدا المرحلة القادمة. الضغوط هتزيد على إسرائيل زي ما هي ما بتحصل على طبعا على الفلسطينيين في قطاع غزة. محاولات إن هم ينهوا الموضوع بسرعة ده ضغوط أكتر عليهم. العالم مش بيراقب، المجتمع الدولي كله بيراقب عليهم. هل هم بيحاولوا فعلا ينهوا الموضوع بسرعه ولا العكس؟ انا شايفه انهم بيحاولوا يمدوا اجل الحرب واجل الهجوم على قطاع غزه. بالتاكيد عايزين يخلصوا الموضوع بسرعه. لكن ليه بالتاكيد؟ اولا ناحيه اقتصاديه. هم بيخسروا كل يوم حوالي مليار دولار، ودي اتوقع يعني دي حاجه مش لطيفه بالنسبه لهم. اثنين ان الضغوط عليهم من اهالي المحتجزين واهالي الاسرى دي ضغوط قويه جدا عليهم. هم يعني بيحاولوا يحتووها مش هيفشلوا تمام، ولو استمرت لبعد كده الرئاسه الرئيس بايدن او اداره الرئيس بايدن كذلك بيعملوا عليهم ضغوط رغم ان هم بيساعدوهم وبيمولوهم ومش هيتوقفوا بالمناسبه يعني. لكن دي ضغوط، وفي ضغوط دوليه اخرى من دول اخرى. فكل الضغوط دي هم عايزين ينهوا الموضوع بسرعه عشان ينتهي بالنسبه لهم، ده بالنسبه لهم كابوس. فكل يوم ما بيحققوش فيه هدفهم هو نجاح للمقاومه الفلسطينيه وفشل لاسرائيل. طيب هل خرجت جلسه مجلس الامن بالامس بما كنت تتوقعه؟ يعني البعض كان يتوقع نتيجه الضغوط الزايده اللي بتعرض ليها الولايات المتحده الامريكيه سواء من الشعب من الداخل الامريكي او حتى دوليا انها لا تستخدم حق الفيتو، لكن استخدمت حق الفيتو ووقفت قدام قرار لوقف مباشر وفوري لاطلاق النار. انا بس لازم دايما نحط في ذهننا ان الرئيس بايدن اعلن ان هو صهيوني ولن يعتذر. الجملة دي فهمنا الدعم اللي هيكون مستمر مع الإسرائيليين ضد أي محاولة لمنعهم من ارتكاب المجازر مهما كانت الضغوط. يعني مهما حصل هيمنعوا أي محاولة لمنع إسرائيل من أنها توقف الحرب. أنا بس عايزة أعلق على حاجة، مهما كانت الضغوط دي زي ما شاذلي بيسأل، مهما كانت الضغوط من الجانب الإسرائيلي ومن الحكومات ومن الشارع الأمريكي، لأن الشارع الأمريكي نفسه يعني اتكلم أكتر من مرة في أنه هو رافض، وكان في مشروع قانون لتمويل أو لسلفة جديدة لإسرائيل وتم رفضه، ففي ضغوط داخلية أيضا. احنا عايزين نبص على ان في الجانب الامريكي اللي هو الجانب منحاز تماما لاسرائيل ان هو ممكن يعني يقف على الحياد او يتجه للانحياز للجانب الاخر. اظن احنا كده بنراهن على يعني حاجه خاسره يعني.
فمن ناحية تانية أنا عايز بس أأكد أن كمان الحكومة الإسرائيلية مطمئنة تماما أن في مساعدات ما يعني من السلاح كتيرة. صحيح مجلس الشيوخ امبارح رفض الموافقة على الإمدادات ب 14 مليار دولار لصالح إسرائيل اللي ما كان معاها 50، وأتوقع مش عشان كده، عشان في 50 مليار دولار رايحة لأوكرانيا. يعني كمان أوكرانيا مش هتاخد تمويل، مما هيسعد طبعا الرئيس بوتين إن كده الذخيرة أو السلاح اللي موجود عند الجانب الأوكراني هتنتهي، وده هيساعده إن هو يقدر يتقدم كمان أكتر يعني. صحيح. فال 14 مليار دولار مش هياخدها، وفي نفس الوقت هو بيقدم للرئيس بايدن حزمه جديده من القذائف، حوالي 45 ألف قذيفه للدبابات البركافة لاستمرار اسرائيل في قتل الابرياء. يعني عايز اقول حاجه، ان 45 ألف قذيفه ده رقم كبير جدا. المفروض هم بيقولوا احنا عايزين ننهي قبل نهايه السنه يعني، تخيل. وكمان هو لسه عايز يعني دي رساله برضه لحاجه، هو بيقول انا عايز الكوت تنتهوا، ولسه لما هو اصلا 45000 يبعتها، فده هل ده عايز يستخدمهم خلال ال 20 يوم اللي جاي؟ هيلحق؟ انا بقول لحضرتك بحسب الواضح يعني ان هو باعت هذه الكميه لاستخدام هو عايز ينهي قبل نهايه العام. بس من الاحساسي بقى من الموضوع ده انه مناقض لكلامه ان هو عايزكم تنتهوا، بالعكس هو بيعمل يمكن خطه بديله ان هو 45000 دي قذيفه تتوفر للدبابات المركبه، بعد كده ان في استمرار للضغط بالدبابات على قطاع غزه، مع العلم ان المقاومه دي يعني ان انا اواجهها بالدبابات يعني اسلوب فاشل في اختيار السلاح المضاد، يعني مفيش تساوي في القوه يعني. طيب مفيش تساوي، والقوة في مصلحة قوات الاحتلال، لكن السؤال الأهم بالتأكيد. هل تستطيع قوات الاحتلال القضاء على المقاومة؟ هتفشل. هتفشل ليه بقى؟ لأن هم أولا هم زي ما هم بيقولوا احنا بنحارب أشباح. العملية اللي لسه كانت متصورة الفيديو الأخير بتاع امبارح داخل قطاع غزة بجوار المخيمات اللي هم ضربوها وبتطلع منها صواريخ هي اللي بتضرب تل أبيب، دي رسالة ان احنا ما زلنا موجودين في غزة وما زلنا بنضرب، وفي المناطق اللي انت قلت ان انت خلاص خلصتها. فدي رسالة ان هم المعركة مستمرة. انت بتأذي اولاد البلد وبتزحهم وتقتلهم واطفالنا واولادنا، لكن احنا كقوة مقاومة احنا موجودين تحت الارض، احنا جيش كامل تحت الارض ممكن يطلع لك من اي مكان ويواجهك ويضربك. على فكره دي كلها رسائل، يعني ان انا ما زلت بضرب من تل ابيب من شمال غزه، اذا ان انا قادر ان انا استمر معاك لمدد طويله. يعني دي نوع من انواع الرسائل. قتل الاسير اللي اتقتل اثناء المواجهه معاهم لتحريره رساله ان انت لو حاولت ان انت تخترق اي مجال ليا وتحاول تجيب اي اسير هيكون مصيره الموت. في الاثنين بيبعتوا رسائل لبعض، في الجانب الاسرائيلي ان هو اثر ناس عاديين في سن القدره ان هو يحارب ويصورهم بالصوره دي عشان يحطم المعنويات للمقاتلين الفلسطينيين، او من ناحيه ثانيه نبعت رساله للعالم ان انا مسيطر وان انا بحقق نتائج، او يرفع الروح المعنويه لاسرائيل. انا شايف ان على ارض الواقع هو مش هيحقق حاجه. طيب امبارح كان في كلمه للسفير اسامه عبد الخالق خلال جلسه مجلس الامن، كلمه مندوب مصر لدى مجلس الامن، كان بيتكلم فيها عن ان الاحتلال الاسرائيلي بيرتكب جرائم حرب واباده جماعيه بحق الفلسطينيين في قطاع غزه باستخدام المصطلحات اللي استخدمها. تعليق حضرتك على هذه الكلمه وتعليق حضرتك على الموقف المصري. كلمه قويه طبعا، وده المتوقع من مصر انها تعمله، وأتوقع المزيد، أتوقع الفترة القادمة، لأن الفترة القادمة فترة مش سهلة، فترة صعبة جدا. سيناريوهات كل وقت كل مدى بتدخل في مراحل أصعب. الحلول أنا شايفها أنها جميعا حلول مؤلمة، والبدائل كلها مؤلمة، لأن وده اللي بيحطنا فيه الحكومة الإسرائيلية المتشددة أو المتطرفة،
اللي شبههم الرئيس السابق الاسرائيلي نفسه اولمرت ان دول يعني بن جفير والمجموعه بتاعته ان هم مجموعه من الارهابيين، هو نفسه اللي قال سماهم بالاسم ده. فاحنا المشكله في ان المجموعه اللي احنا بنتكلم عنها اللي احنا عايزينها توقف اطلاق النار، اللي عايزينها تكون عندها شيء من الرحمه، دي اصلا مجموعه من الارهابيين بحسب قول رئيس وزراء سابق اسرائيلي. طيب مع فشل عمليه تحرير الاسير بالامس، هل تتوقع انه يكون في هدنه قريبه؟ اتوقع يعني للاسف اتوقع لا، لان على الاقل لحد نهايه السنه. يعني ممكن بعد نهايه السنه. حتى اهالي المحتجزين والاسرى مش من الممكن هم يمارسوا ضغط على الحكومه؟ هم مش حققوا حاجه، يعني هو لو حققوا حاجه هم حصروا بيت السنوار، ده مجرد رمزي لان اصلا اكيد السنوار مش موجود في خان يونس. محاوله بعث رسائل ان احنا ما زلنا مسيطرين عشان يبعتها للجانب الامريكي ان احنا اقوياء، كل دي رسائل عشان يبينوا ان احنا يعني اللي انت بتطلبه مننا احنا ننهي، احنا بنساعد. يعني كيف ممكن ان تنطلي هذه الخدعه على حد محاصره بيت السنوار اذا كان اقل فرد او اصغر فرد في المقاومه مش موجود في بيته؟ كيف يمكن ليحيى السنوار ان يكون موجود في بيته؟ ما يعني هي مجرد يعني صوره تلفزيونيه عشان ياخدوا اللقطه احنا محاصرين بيت السنوار. كل ده يعني انا شايفه انها تغطيه على فشل، تغطيه على عدم قدره، تغطيه على محاولات لعدم تحقيق اي شيء. انا شايف ان المقاومه الفلسطينيه حتى الان هتستمر وهي ما زالت ناجحه. القلق الوحيد او الشيء المؤلم الوحيد الضحايا اللي بتموت، وفي نفس الوقت النتائج على الارض وفرض امر واقع على مصر بعد كده، هو ده التحدي الحقيقي قصادنا دلوقتي، لان هم فعلا دفعوا فلسطينيين في اتجاه حدودنا. احنا هنتصرف ازاي؟ هو ده التحدي اللي قصاد مصر دلوقتي، ازاي تتصرف فيه والحلول اللي قدام، ده اللي احنا مش عارفينه او مش عايزين يعني مع الاحداث لسه عايزين نشوف ايه الحلول وايه البدائل المتوقعه. انا اتوقع يعني بدائل، لكن ممكن لو حضرتك عايزين اناقش فيها اتناقش فيها. طب دكتور، يعني جرت العاده انه لما يبقى في يعني نوع من انواع الهجوم على اي فرد، الواحد بيبقى مش لازم يدي تحذير، ما بيعلنش عن خططه، المبادره والمفاجاه هي اكبر العوامل اللي بتاثر صحيح على رد فعل اللي قدامي. الكلام اللي بيتم اثارته حوالين اغراق انفاق غزه بالمياه، إذا كانوا يستطيعوا هذا لماذا لم يقدموا عليه لغاية دلوقتي؟ دي أول حاجة. تاني حاجة، هل طبيعي أن أنا أحذر المقاومة بأن إحنا هنغرق الأنفاق؟ برضو ديت تجربة منهم أنهم عايزين يبعتوا رسائل إحنا هنعمل أو إحنا بنعمل أو إحنا هنوصل. وأنه هي دي مش أول مرة يفكروا التفكير ده، هم حاولوا في 2014 يعملوا نفس التجربة وفشلت. ودلوقتي بيقولوا ان احنا هنغرق الالغام او هنغرق اسف الانفاق اللي هي ملغمه، لان طبعا اي محاولات لدخول الانفاق دلوقتي برضه بيتم تلغيمها فبينفجر فيهم، وحصل كذا مره في الايام اللي فاتت دي. فهم بيقولوا ان احنا هنغرق وهنعمل، واظن ان ده حتى لو عملوه مش هينجحوا، لان كميه الميه اللي محتاجين ينقلوها عشان يغطوا الحجم هذه الانفاق كلها ده ضخم جدا، وممكن تنهار الارض كلها بما عليها بما فيها هما نفسها عليهم لو حصلت يعني، وده عايز وقت طويل جدا عشان تتحقق يعني. غير ان الشبكه العنكبوتيه اللي عاملاها حماس صعب ان انت تحقق فيها نتائج زي كده، وكمان الانفاق نفسها على مستويات مختلفه. يعني احنا بنتكلم في اللي تحت 20 متر، اللي تحت 60 متر، اللي تحت 80 متر. فطبعا انت بتتكلم في شبكه ضخمه جدا وعنكبوتيه جدا، ان انت تملاها بالميه، هو نفسه ما يقدرش يتخيل انه ممكن يعمل او يحقق اي نتائج في الموضوع ده. شكرا جزيلا الدكتور احمد ماهر، الباحث في العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه. العفو. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل ونرجع نستكمل معاكم باقي حلقات. اهلا
أهالينا الصيادين في قنا استلموا 100 مركب صيد مقدمة من مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وده تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة دعم الشرائح الأولى بالرعاية اقتصاديا. مراكب الصيد المية مجهزة للصيادين من مختلف مراكز ومدن المحافظة واللي بيعتمدوا عليها كمصدر رزق ثابت. جايين النهارده محافظة هنا عشان نسلم 120 مركب للصيادين اللي في كرة حياة كريمة في محافظة هنا. المفروض عندنا تسليمات في نجا حماد وفي مركز هنا وحوالي 13 قرية هنوزع فيهم 120 مركب. اختيارنا للأسر المستفيدة النهاردة مش بس الصيادين المستفيدين، اختيارنا للصيادين وأسرهم كان بوفق بعض المعايير، أهمها أن يكون الصياد معترف لمهنة الصيد، وأن يكون كمان بيعول أسرة كبيرة، ويكون جاد في استثمار مشروعه الجديد مشروع مركب الصيد عشان يبدأ حياة جديدة. احنا النهاردة معنا مجموعة من الصيادين إن شاء الله بإذن الله هيستلموا المراكب الصيد بتاعتهم. يشكر السيسي اللي جاب لنا الأناكل وعيش، ويشكر يعني كل اللي يحط يده في عينك وإحنا ناس غلابة، ويشكر برضو الرئيس اللي حط يده معانا وعيننا برضو. إحنا النهاردة كنا سعداء باللي بتعمله التحالف الوطني. إحنا يعني فوق السعدة، مش سعدة بس إنه ده بيتعمل لنا مشروع ناكله منه عيش إحنا وأولادني. أنا النهاردة لي أكتر من 25 سنة في البحر أو 30 سنة أصيد مع أبويا وجدودي، ما لقيتش حد عملنا العمل الخير دي. ده مشروع يعني هيبني أسرة. دلوقتي مشاهدينا هنتابع أهم وأبرز الأخبار الرياضية مع علامة. أهلا بكم مشاهدينا في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية، ونبدأ نشرتنا الرياضية مع البرتغالي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، واللي طلب تقرير عن اللاعبين المصابين قبل الاستقرار على القائمة المبدئية للمنتخب للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار في يناير 2024. القائمة المبدئية من المقرر إرسالها يوم 14 ديسمبر للاتحاد الأفريقي، واللي هتضم 55 لاعب. طارق حامد لاعب خط الوسط في نادي دمك السعودي ومنتخب مصر أعلن بشكل رسمي على حسابه الشخصي على تويتر اعتزاله اللعب الدولي ضمن صفوف منتخب مصر. ونادي الزمالك أو فريق نادي الزمالك اختتم تدريباته امبارح على ملعب النادي استعدادا لمباراة ساجرادا الأنجولي اللي هتتلعب النهاردة على استاد السلام في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. وعقد معتمد جمال المدير الفني للفريق جلسة مع اللعيبة قبل انطلاق التدريب، واتكلم معاهم عن أهمية الفوز في لقاء بطل أنجولا لقطع خطوة كبيرة للتأهل لدور الثمانية للبطولة. وطلب المدير الفني من اللعيبة ضرورة التركيز في لقاء النهاردة واستغلال الفرص المتاحة من أجل التسجيل، وحذر كمان اللعيبة من الاستهتار بالفريق المنافس. لعيبة فريق نادي الزمالك حرصوا على الاحتفال بمعتمد جمال المدير الفني للفريق قبل انطلاق تدريبات امبارح على ملعب النادي استعدادا للقاء ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وده بيجي في الوقت اللي وقع فيه كابتن معتمد على عقود تدريب الزمالك بصفة مؤقتة. كمان بيواصل فريق نادي بيراميدز تدريباته القوية في مدينة بريتوريا استعدادا لخوض مباراته مع سان داونز الجنوب أفريقي بكرة في ثالث جولات دور المجموعات في بطولة دوري الأبطال. فريق نادي الأهلي اتعادل مع شباب بلوزداد سلبيا في المباراة اللي جمعته امبارح على استاد برج العرب في الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، بكده بيتصدر الأهلي مجموعته برصيد 5 نقط.
النجم الساحلي التونسي حقق فوز مهم على فريق الهلال السوداني بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب حماد العقربي في رادس ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. حصد الفريق التونسي أول 3 نقط في المجموعة، وده بالتساوي مع الهلال السوداني والترجي التونسي. من ناحية تانية بيتصدر بيترو أتلتيكو الأنجولي المجموعة برصيد 6 نقط. مهاجمنا المصري مصطفى محمد اتصدر قائمة فريق نانت استعدادا لمباراة فريق باريس سان جيرمان واللي هتتلعب النهاردة ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الفرنسي. تعالوا نروح للدوري الإيطالي وفريق يوفنتوس اللي حقق الفوز على ضيفه فريق نابولي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة 15 من عمر المسابقة. بكده بيتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، متفوق بفارق نقطة واحدة بس على انتر ميلان الوصيف، ووقف رصيد نابولي عند 24 نقطة في المركز الخامس. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع مرة تانية لشاذلي ومنا نكمل معهم فقرتنا. شكرا لك يا لم. أداء مخيب للنادي الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري، وتعادل سلبي في ثالث جولات المجموعة الأفريقية لدوري الأبطال الأفريقي. الأهلي لسه بيحتل المركز الأول بسبب التعادل، وإحنا شايفين يعني الأجواء ما كانتش أحسن حاجة امبارح. طبعا ميدياما ويانج أفريكانز تعادلوا، فبالتالي زي ما أنت قلتي بالفعل النادي الأهلي بيحتل المركز الأول، لكن ده مش الأداء اللي كان مستنيه جمهور النادي الأهلي. أداء النادي الأهلي عمل حالة من عدم الرضا عند الجمهور، خصوصا قبل انطلاق مباريات كاس العالم للأندية. خلونا نتكلم أكتر عن مباراة الأهلي بالأمس وفرص الأهلي وأسباب تراجع الأداء خلال الفترة اللي فاتت، وكمان مباراة الزمالك. الزمالك عنده مباراة مهمة جدا مع سجرادة الأنجولي النهاردة في بطولة الكونفدرالية مع الأستاذ حمدي الحسيني الناقد الرياضي. صباح الخير عليك أستاذ حمدي. صباح الخير. يا أهلا بحضرتك. أهلا بيك. هنبدأ طبعا بقراءتك وتحليلك لمباراة الأهلي بالأمس. والله النادي الاهلي انا معاك ان هو الاداء ما كانش في افضل حالاته، لكن نقدر نقول في الشوط الثاني، لكن الشوط الاول الحقيقه اللعيبه قدموا عرض طيب، ضيعوا فرص كتير، وهنقف كتير عند حكايه ضياع الفرص، لكن بيوصلوا للمرمى كتير، بيخلقوا فرص، ما كانش في توفيق، كان في تسرع ورعونه بعض الشيء، لكن في الشوط الثاني طبعا تراجع الاداء، وخصوصا الاداء البدني كالعاده اتاخر مارسيل كولر في تغييراته شويه، يعني كان المفروض يبقى التغييرات بدري اكتر من كده، لكن الاجمالي ان النادي الاهلي تعادل على ملعبه بعد 7 مباريات متتاليه في افريقيا بيفوز على ملعبه، ده اول مباراه ما يفوزش فيها، فده مؤشر مش كويس. 3 مباريات محليه وافريقيه بيتعادل فيها، والاول مره مع مارسيل كولر، فدي كلها مؤشرات طبعا بتقلق جمهور النادي الاهلي قبل بطوله كبيره قوي هي كاس العالم للانديه اللي المفروض الاهلي ان شاء الله يشارك فيها، هتقام في السعودية، وهيقابل يعني اللي هيفوز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي، والأقرب طبعا كلنا مرشحين اتحاد جدة السعودي. طيب كولر ظاهريا التشكيل كان ممتاز، ما اعتقدش انه بداية كده كان فيه مشكلة، لكن احنا زي ما حضرتك بتقول في اهدار للفرص، في عدم توفيق، عدم توفيق طبعا من ربنا، لكن الملعب برضو ما كانش الشباب قادرين يتعاملوا فيه كويس. والله يعني برضو أنا هقف عند تصريح مارسيل كولر عن الملعب، ملعب برج العرب، هو حتى ماركوس باكيتا مدرب شباب بلوزداد هو كمان قال إن الملعب حالته ما كانتش أفضل ما يكون، يعني نادي الأهلي بقى بيفضل مع مارسيل كولر إن هو يلعب في استاد القاهرة، وبيقول إن ده الملعب النموذجي الوحيد اللي ممكن النادي الأهلي يلعب ويفوز فيه، لكن برضو أنا بقول هو في حاجة اسمها كده في الكورة، يعني بالزبط. في حاجة اسمها يلعب في الأرض دي ما يلعبش. صحيح، لا شك ان استاد القاهره طبعا من الملاعب الفاخره جدا في افريقيا والوطن العربي، لكن يعني خلينا نقول بقى ان النادي الاهلي بيلعب في ملاعب افريقيه سيئه جدا، ومع ذلك في بعض المباريات بيحقق الفوز، فمش عايزين نعلق المساله على انه الملعب ما كانش استاد القاهره. بعيدا عن موضوع الملعب، انا يعني استوقفني جدا ان مارسيل كولر بيقول ان اضاعه الفرص من لاعبيه لغز بالنسبه له. طب مين اللي هيحل اللغز اذا ما كانش المدير الفني هو اللي يتعامل معاه بشكل جيد وهو اللي يقدر يحل اللغز ده؟ فطبعا غريب على الرغم ان هو كمان قبل المباراه على طول كان بيتكلم في انه درب لعيبته على اهدار الفرص، يعني اللمسه الاخيره اللي بيحرزوا فيها هدف دي دايما بيضيعوها، فهو كان بيقول ان هو درب لعيبته على ده. هو يعني بيشتكي من انه في ضغط مباريات وانه ما بيلحقش
يعمل اللي يخليه يعالج سلبيات الفريق. لكن انا بقول ان ده مش مبرر، لان النادي الاهلي قبل بدايه الموسم خد فتره راحه كويسه، لعيبه خدت فتره راحه معقوله جدا ما كانتش بتحصل في المواسم السابقه. الى حد كبير بقى في انسجام ما بين اللعيبه وما بين المدرب، يعني مش حجه ان هو مش قادر يعالج السلبيات. لكن مثلا هو تعاقد مع لاعب اللي هو انتوني موديست طبعا الفرنسي، وما نقدرش نقول ان اداره النادي الاهلي اللي فرضته عليه، فهنا اختيار سيء. كان المفروض ان هو يحسن الاختيار، لان هو جايب لاعب المفروض هو اللي اختاره، والمفروض ان هو يعني عنده صولات وجولات في اوروبا، فالمفروض ان هو كان يدقق في اختياره، لان كلنا شفنا ان اللاعب تقريبا جاي يعتزل في النادي الاهلي يعني. فده لاعب كان ممكن يحل مشكله النادي الاهلي الهجوميه، فلقينا ان هو بيزيد من تعقيد المشكله. ولاعب زي كهربا مثلا اللي هو جناح، وكلنا عارفين ان هو مش راس حربه صريح، هو اللي في اوقات كتير بيحل المشاكل الهجوميه للنادي الاهلي، لكن في بعض الاوقات ما بيبقاش موفق زي امبارح، بيحاول كتير لكن التوفيق ده بتاع ربنا يعني. طيب احنا شايفين ازمه ثقه ابتدت تحصل شويه عند لاعبي الاهلي، يعني خسارات متتاليه وهم مش متعودين ابدا على كده، المدير الفني تصريحاته متضاربه ان هو مش عارف يحل اللغز، يعني في ازمه ابتدت تحصل ربنا يبعدها يعني قبل ما نوصل لكاس العالم للانديه، لكن احنا شايفينها وابتدت تظهر بشده. كيف يتم التعامل معاها، ولاعيبه الاهلي تقدر تستعيد ثقتها بنفسها سريعا؟ أنا عايز أقول إن أزمة الثقة دي كان السبب الرئيسي فيها فقدان النادي الأهلي بطولتين مهمين قوي إفريقيتين، طبعًا كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، ودي كانت مفاجأة بالنسبة للنادي الأهلي، لأنه كانت لاعبته وجماهيره يعني حاسين إنه المنافس أقل خبرة، ودي حقيقة أقل خبرة من النادي الأهلي بكتير. فخسارة أول بطولة، بعدها خسر البطولة الثانية اللي هي الدوري الإفريقي، وهي بطولة مستحدثة وبطولة جوائزها كبيرة جدا. فالنادي الأهلي برضو خسر أمام صن داونز، الفريق اللي أنا بعتبره من أفضل الفرق الإفريقية في السنوات الأخيرة. فبطولتين ورا بعض في تقريبا في شهرين أو في شهرين ونص النادي الأهلي يخسرهم، طبيعي أن لعبته يبقى عندها أزمة ثقة، والجماهير بتضغط عليهم، لأنه الجماهير خصوصا جماهير النادي الأهلي ما بترضاش غير بالمركز الأول في أي بطولة. اعتقد انه ازمه الثقه دي مش هتتحل الا ببطوله، والبطوله دي ممكن جدا تكون كاس العالم للانديه. ما بقولش ان النادي الاهلي رايح ياخد اللقب، لكن لو النادي الاهلي فاز على اتحاد جده يوم الجمعه وتاهل الى نصف النهائي، اعتقد ان ده ممكن يعيد الثقه للاعبته. لو وصل للمباراه النهائيه، وده حلم كبير قوي جمهور النادي الاهلي بيحلم بيه بقاله سنوات طويله، لو النادي الاهلي وصل بس للمباراه النهائيه في كاس العالم للانديه، اعتقد ان هو هيستعيد الثقه. صحيح. ويقدر يكمل الموسم بشكل جيد. وبرضو انا عايز اقول انه في النهايه النادي الاهلي ما زال متصدر مجموعته الرابعه في دوري الابطال، 5 نقط صحيح، وتعادل في مباراتين متتاليتين، لكن هو اللي متصدر المجموعه. طيب حضرتك قلت في بدايه الكلام ان كان في من خلال مشاهدتك لمباراه الامس في رعونه من جانب البعض، تقصد مين بالظبط؟ والله يعني انا بقول ان كهربا علشان هو عايز يسجل اهداف ويخدم فريقه وبيحاول كتير، لكن اعتقد ان هو كان عنده رعونه امبارح. بيرسي تاو رغم مجهوده ورغم لمساته اللي بيقدر يوصل بيها زمايله في اوقات كتير للمرمى، الا ان برضه في بعض الاوقات كان عنده رعونه. لما اللعيبه البدلاء نزلوا كمان طاهر محمد طاهر وكريم فؤاد كله مستعجل، انا شايف ان في استعجال كبير جدا، وكل ما الهدف بيتاخر في مباريات النادي الاهلي لعبته رغم ان عندها خبرات كبيره، الا ان بلاقي فيه رعونه كبيره قوي، في تراجع في مستوى لاعب كان من مفاتيح اللعب في النادي الاهلي هو علي معلول، وده واضح بطبيعه الحال لان سنه برضه وصل ل 34 سنه، والمركز اللي بيلعب فيه محتاج مجهود كبير جدا. ولذلك النادي الاهلي انا بقول ان هو غلط في بدايه الموسم ان هو ما وفرش بديل لعلي معلول، لكن هم شغالين على الملف ده، واعتقد انه ممكن يكون في لاعب اما في يناير او في نهايه الموسم بالكثير قوي النادي الاهلي يتعاقد معاه كظهير ايسر يكون بديل لعلي معلول، لانه لو النادي الاهلي جدد لعلي معلول هيكون موسم واحد فقط. لو جدد لعلي معلول، فهناك بعض اللاعبين في النادي الاهلي عندهم رعونه كبيره جدا امام المرمى، وبرده ما فيش مارسيل كولر من المسؤوليه لانه دايما بيتاخر في تغييراته. يمكن التشكيل امبارح كان كويس في بدايه المباراه، لكن انا عندي تحفظ على مركز واحد ان هو كان بيلعب بمجدي محمد مجدي قفشه ومخلي امام عاشور بره. لا انا بقول ان امام عاشور لاعب عنده الابداع والابتكار في النادي الاهلي بشكل كبير جدا،
لو بدأ بيه المباراة أعتقد أنه يكون أفضل. طيب حضرتك موافق مارسيل كولر على استبعاد عبد القادر وأكرم توفيق؟ أنا شايف أنه لغز كبير قوي استبعاد عبد القادر. صحيح اللاعب يبدو وكأنه في بعض الأوقات مثير للمشاكل، لكن ما هي دي مهمة المدير الفني أنه هو يسيطر على غرفة الملابس ويقوم اللعيب نقول سلوكيا ويقدر ياخد منه أحسن حاجة فنية. لكن الاستبعاد أنا شايفه مش حل. أحمد عبد القادر كلنا نتفق أنه هو لعيب مهاري جدا وحل من الحلول اللي ممكن في خلال 15 أو 20 دقيقة في نهاية المباراة بعد ما الفرقة اللي قدامك بتكون تعبت بدنيا يقدر أحمد عبد القادر يعمل لك حلول ويوصل اللعيبة للمرمى. فأنا شايف أنه التعامل مع أحمد عبد القادر لازم يكون مختلف شوية. الاستبعاد أو الاستغناء عنه هيكون خسارة للنادي الأهلي وخسارة للاعب طبعا. احنا شفنا الشوط الاول كان في محاولات او كان في فرص ممكن تكون تعتبر من الفرص الضائعه، رامي ربيعه حاول، شفنا بيرسيتاو حاول، يمكن كهربا حاول وما توفقش. الاداء اختلف خالص في الشوط الثاني، يمكن مهارات اللعيبه القدره البدنيه، واعتقد دي واحد من المشاكل اللي قعدنا فترة طويلة جدا نتكلم فيها، القدرة البدنية للاعبين. المباراة بتبتدي بشكل وبتنتهي بشكل تاني، الى الان مفيش حد قادر يظبط نقطة القدرة الاحتمالية للاعبين دي. هو زي ما حضرتك بتقولي، هي مسألة اللياقة البدنية عند لعيبة النادي الأهلي بتتراجع كتير قوي في الشوط الثاني، مش في مباراة امبارح بس، لا في عديد من المباريات الأخيرة. واضح طبعا انه ضغط المباريات احد العوامل، لكن نقدر نقول برضو ان مارسيل كولر بيعمل تدوير كتير. تلاحم المواسم مثلا، لا الموسم ده الحقيقه الوضع افضل النادي كتير. الأهلي افضل بكتير من المواسم السابقه، خدوا فتره راحه معقوله. ومارسيل كولر كمان كلنا كنا بنشيد بيه الموسم اللي فات لانه بيعمل عمليه روتيشن او التدوير بشكل جيد، فهي برضو مش عذر كبير للعبة النادي الاهلي. صحيح بيشارك في بطولات كتير وبطوله الدوري الافريقي بالتحديد الحقيقه اللي كانت مستحدثه الموسم ده ضغطت عليهم بشكل اكبر، وانا بقول انها جايه في وقت برضو غريب شويه، لابد ان الاتحاد الافريقي يعيد النظر في مساله التوقيت بتاعها. لكن بدنيا كلنا ملاحظين ان لعيبه النادي الاهلي مرهقين، بيجوا في الشوط الثاني دايما وبيقل ادائهم. يمكن شباب بلوزداد امبارح في الشوط الثاني سيطر الى حد ما على يعني مجريات اللعب وقدر ان هو يخلق فرص. امبارح كان اسحاق بنصوف امبارح حاول، كان ممكن يعني في اواخر الشوط الثاني فعلا كان ممكن صحيح كان يبقى هدف شبه محقق. يعني كان في اكتر من فرصه لفريق شباب بلوزداد ومنهم فرصه خطيره جدا، كان ممكن النادي الاهلي كمان يخرج خسران من المباراه، ودي كانت هتبقى يعني هتصعب موقفه جدا. لكن الحمد لله بنقول ان النتيجه ما هياش مرضيه، لكن افضل من ان النادي الاهلي كان يخسر امام شباب بلوزداد. واتوقع ان شاء الله انه في بقيه المباريات لعيبه النادي الاهلي يكون ادائها افضل من الناحيه النفسيه والمعنويه ان شاء الله. ده بناء على ما بيفعله دايما النادي الاهلي في دور المجموعات، دايما بيبقى متعثر، الاداء مش افضل حاجه، لكن في النهايه بيفوز بالبطوله. فحضرتك بتتوقع ده؟ والله خلينا نفتكر البطوله اللي فاتت بالتحديد يا استاذ محمد، النادي الاهلي كان قاب قوسين او ادنى من ان هو يخرج من البطولة تماما، وما كانش الموضوع في ايديه كمان، يعني كان معتمد على انه فريق صن داونز ما يخسرش من الهلال السوداني في اخر مباراة. وكلنا فاكرين السيناريو الدراماتيكي جدا لما جت في الدقائق الاخيرة ركلة جزاء لفريق الهلال السوداني والنتيجة تعادل. لو احرزها النادي الاهلي بره البطولة، ومع ذلك تصدى ليها ويليامز الحارس طبعا الشهير لصن داونز، والنادي الاهلي كمل البطولة وقدر ان هو يفوز بيها. فدايما النادي الاهلي في السنوات الاخيره لما بيبقى متعثر خلال دور المجموعات، بعد كده في الادوار الاقصائيه الخبرات بتزيد وبتبان قوي عند لعيبه النادي الاهلي، بيدخلوا في الفورمه زي ما بنقدر نقول. بالظبط، وده اللي احنا بنتمناه. كتير من الفرق العالميه يعني وخصوصا المنتخبات بيحصل معاها ده، يمكن منتخب ايطاليا مثلا في البطولات الكبيره كاس عالم امم اوروبا دايما بيبدا بدايه هاديه قوي وبعد كده نلاقيه بياخد اللقب. منتخب المانيا في اوقات كتير، فده يعني بالنسبه للفرق الكبيره اللي عندها خبرات بيكون ظاهره. يعني الاهلي محتاج ايه قبل كاس العالم للانديه؟ والله انا بقول ان هو محتاج يعني تزيد الثقه بين المدرب وبين لاعبته وبين الفريق بشكل عام وبين جماهيره. اعتقد ان الامور النفسيه هتفرق كتير قوي مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. وبالمناسبه فريق اتحاد جده ليس افضل حالا من النادي الاهلي في الامور الفنيه والبدنيه، وشفنا المباراه الاخيره في الدوري السعودي هو بيخسر من فريق ضمك السعودي خسارة مفاجأة وكبيرة
بالتلاتة يعني. يعني كل الفرق اللي داخله كاس العالم تقريبا للانديه بتعاني، فالنادي الاهلي ان شاء الله يدخل بدفعه معنويه كده اعتقد انها تفرق معاه. طيب نروح لمباراه الزمالك وسجراده، بتتوقع ان يكون شكل الزمالك فيها ازاي؟ والله الزمالك من حسن الحظ ان هو بيلعب في مجموعه في المتناول، وكمان بعض الفرق ما بتلعبش على ملعبها زي فريق سوار الغيني، قدر نادي الزمالك ان هو يتفق معاه انه يلعب المباراتين في مصر، فده من حظ نادي الزمالك، حصد 6 نقاط من الفوز على سوار، وقبلها برضو كان فايز على فريق ابو سليم الليبي اللي هو انا بقول ان هو اقوى الفرق مع نادي الزمالك في المجموعه، كان فوز صعب لكنه تحقق 1-0. فاعتقد انه ان شاء الله فرصه نادي الزمالك كبيره جدا ان هو يفوز على سجراده ويضمن الى حد كبير بعد ما يوصل للنقطه التاسعه التاهل الى الدور القادم، ونادي الزمالك من المرشحين الاقوياء للفوز باللقب في البطوله دي. صحيح في بعض الفرق العربيه زي نهضه بركان وزي اتحاد الجزائر وزي الافريق التونسي العائد في الموسم ده لمستواه المعهود، يعني دي الفرق تقريبا اللي هتنافس نادي الزمالك، ونتمنى ان كمان مودرن فيوتشر ان شاء الله يكون من المنافسين على اللقب في البطوله دي. تجديد التوقيع بالامس لمعتمد جمال ده ممكن يضمن مزيد من الاستقرار ومزيد من الهدوء في الفريق؟ بكل تاكيد الكابتن معتمد جمال جه في ظروف صعبه جدا جدا بعد الاستغناء عن خدمات المدرب اوسوريو، فريق كان مفكك، ما كانش عنده استقرار فني، اللعيبه ما كانوش عارفين هم يعني التشكيل او الخطه اللي هيلعبوا بيها في كل مباراه، لان الراجل ما كانش عنده استقرار اوسوريو في مساله التشكيل وخطه اللعب. جه الكابتن معتمد جمال بس حط كل لاعب في مكانه، وده يعني ابسط حاجه الراجل عملها، فظبطت الفرقه بسرعه جدا، النتائج اتحسنت معاه قوي. اعتقد انه الابقاء عليه لنهايه الموسم على الاقل خطوه مهمه جدا جدا لاستقرار نادي الزمالك فنيا. طيب نروح لمباراه بيراميدز وسان داونز، وكل لسه حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي عن اداء سان داونز خلال الفتره اللي فاتت، توقعاتك لشكل المباراه هيكون عامل ازاي؟ والله انا شايف انه بيراميدز حط نفسه في موقف صعب جدا بالخساره امام نوازيبو الموريتاني، دي كانت خساره مفاجاه جدا. فريق بيراميدز عنده سكواد يعني مش عايز اقول من اقوى التشكيلات اللي موجوده في افريقيا مش في مصر بس، عنده وفره في كل المراكز، لاعب واثنين وثلاثه، فان هو يخسر وخصوصا ان هو بيجيد اللعب خارج ملعبه، ان هو يخسر بالسهوله دي اللي احنا شفناها امام فريق موريتاني وطبعا وله كل الاحترام يعني، فكده حط نفسه في موقف صعب جدا. صحيح عنده 3 نقاط لكن فرقه سان داونز هو هيلعب معاها خارج الملعب ثم على ملعبه، وفرقه سان داونز ما بيفرقش معاها بالمناسبه. فاعتقد ان موقف بيراميدز صعب جدا لو ما حققش فوز واحد على الاقل في المباراتين امام سان داونز، وفرصته كويسه انه سان داونز ما كانش بيعرف الهزيمه على مدار 16 مباراه افريقيه متتاليه، خسر من مازيمبي. فاعتقد انه يعني بيراميدز المباراه دي هي المباراه الحاسمه بالنسبه له، هيكمل في البطوله ولا لا، فلازم على الاقل على الاقل ان شاء الله ما يخسرش في جنوب افريقيا ويكسب في مصر، كده نقدر نقول ان هو ممكن يكمل، غير كده بيراميدز موقفه صعب جدا. يمكن نقول عليها سلاح ذو حدين، قد يستطيع اللعيبة أنهم يشحنوا نفسهم وينزلوا ويقدروا يلعبوا بشكل جيد، أو هيكونوا تحت ضغط شديد فبرضو ممكن يعني تبقى النتيجة مش أحسن حاجة. على العموم زي ما بنقول الكرة في الملعب، هنتابع بكرة إيه اللي هيحصل. كل الشكر ليك الأستاذ حمدي الحسيني النقد الرياضي، نورتنا وشرفتنا، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا أستاذ محمد. شكرا. دلوقتي مشاهدينا بعد موجز الأهم الأخبار مع لميا. شكرا لك شازلي. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. شملت جولة الرئيس السيسي أعمال إنشاء محور اللواء محمود نصر الذي يعد من أهم المحاور الرئيسية الجديدة. كما قام الرئيس السيسي بالإطمئنان من العاملين على سير العمل في هذا المحور المهم الذي سيسهم في تغيير الشكل المروري في القاهرة وخدمة المواطنين.
تنطلق غدا الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل، وذلك بعد أن أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها لضمان سير عملية الاقتراع بسهولة ويسر. هذا وتتواصل مرحلة الصمت الدعائية التي يتوقف بموجبها المرشحون في الانتخابات الرئاسية وحملاتهم الرسمية عن أعمال الدعاية والترويج واستعراض البرامج الانتخابية. ويستهدف الصمت الدعائي إتاحة الفرصة أمام الناخب لكي يقوم بدراسة البرامج الانتخابية للمرشحين واتخاذ قراره باختيار مرشحه في الانتخابات في روية ودونما تأثير دعائي على إرادته. وتنطلق عملية التصويت في الداخل الأحد المقبل وتستمر على مدى 3 أيام. أكدت وزارة الخارجية أن المحاولات للبعض لتحريف التصريحات الرسمية بشأن إجراءات دخول الأجانب إلى مصر من قطاع غزة عبر معبر رفح لا تعبر إلا عن يأس أصحابها. وشددت الخارجية مجددا وبما لا يدع مجالا للشك أو المزايدة على أن السلطات المصرية هي وحدها ودون غيرها التي تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة. أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة تحمل الأطراف الدولية مسؤولياتها لدعم وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء المعاناة الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية في واشنطن مع منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكاورك، حيث تركز اللقاء على تردي الأوضاع الإنسانية والأمنية في غزة. عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في العاصمة الأمريكية واشنطن جلسة مباحثات رسمية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، وذلك بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري. شدد أعضاء اللجنة الوزارية على مطالبتهم الولايات المتحدة بتحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات للدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، معبرين عن امتعاضهم جراء استخدام الولايات المتحدة حق النقد الفيتو الذي منع صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يدعو للمرة الثانية للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية. جدد أعضاء اللجنة الوزارية موقفهم الموحد إزاء رفض مواصلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. فشل مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقد فيتو، وصوت لصالح مشروع القرار 13 دولة من أصل 15 دولة عضوا في مجلس الأمن الدولي، بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت واستخدمت الولايات المتحدة حق النقد، مما أدى لإفشال مشروع القرار. دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعقد مؤتمر دولي للسلام لوضع حل سياسي دائم يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية. وقال الرئيس الفلسطيني إن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بصفة عامة قد وصل إلى مرحلة خطيرة تتطلب مؤتمرا دوليا وضمانات من قبل القوى العالمية، مشيرا إلى أنه بالتوازي مع العدوان على قطاع غزة زادت قوات الاحتلال الإسرائيلي من هجماتها في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة مع تصاعد العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد بلدات وقرى فلسطينية. استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين فجر اليوم جراء قصف إسرائيلي على مدينتي غزة ورفح جنوب القطاع، وأكدت مصادر محلية استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة عدد آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا غرب معبر رفح جنوب القطاع. كما استشهد وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي لمنازل مأهولة في محيط مجمع الصحابة الطبية وسط غزة. وأكدت المصادر المحلية أنه لا توجد إمكانية لانتشال جثامين الشهداء بسبب تواجد دبابات الاحتلال في مناطق قريبة من شارع الجلاء في المدينة. كما استهدفت قوات الاحتلال منزلا في مخيم البريج وأرض أبو مهادي شمال النصيرات ووسط القطاع، وقصفت عدة مواقع ومناطق شمال ووسط وجنوب القطاع. أكد برنامج الأغذية العالمي أنه أصبح من المستحيل إيصال المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة مع تصعيد إسرائيل هجماتها. وقال نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كارلس كاو بعد زيارة للقطاع إنه مع انهيار القانون والنظام، فإن أي عملية إنسانية ذات جدوى
باتت مستحيلة. وأضاف أنه مع وصول جزء صغير للغاية من الإمدادات الغذائية اللازمة والغياب الصارخ للوقود وانقطاع أنظمة الاتصالات وانعدام الأمن لموظفي البرنامج، لا يمكن للبرنامج القيام بعمله. مشاهدينا، انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. بكرة إن شاء الله يوم مهم في حياة المصريين، أول أيام تصويت المصريين في الداخل في كل المحافظات المصرية في الانتخابات الرئاسية 2024. رسالتنا زي ما كنا بنقول في بداية الحلقة، لازم الكل ينزل، لازم الكل يشارك ويقول رأيه ويختار الأصلح للبلد في الفترة القادمة. أكيد في جوانب مهمة حوالين أهمية التصويت في الاستحقاق الانتخابي الأبرز والأهم في تاريخ الحياة السياسية المصرية اللي هي الانتخابات الرئاسية. ده هنستعرضه دلوقتي مع ضيفنا في الاستوديو، الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع. صباح الخير على حضرتك. أهلا وسهلا. صباح الخير يا أستاذ أكرم. صباح الخير. طيب، بكرة أول أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية في الداخل، حضرتك متخيل إيه الفرص اللي هتدفع المواطن المصري للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي؟ شوف، هو طبعا احنا عارفين انه الانتخابات جاية في وقت يعني احداث العدوان على غزة والتفاصيل اللي حصلت، يمكن الربط بين الاثنين دايما كان موجود على اعتبار انه اول مرة الناس تكتشف حجم التحديات المتعلقة بامن مصر القومي وب مسؤولية مصر تجاه القضية الفلسطينية وازاي الناس بتتحرك وكده. لكن الحقيقة كمان الاستحقاق الانتخابي انا بشوفه انه اهم استحقاق او يعني اكبر استحقاق بعد مرحلة انتقالية صعبة عاشتها مصر. اكتر من 10 سنين تفاصيل كتيرة، كان في تهديدات وجودية للدولة المصرية وللشعب المصري. اعتقد نجحنا بدرجة كبيرة، ويمكن الاحداث الاخيرة كانت كاشفة انه طول الوقت كان بعض الناس بيتكلموا على مخططات وعلى نظريات مؤامرة وعلى تطورات وفي أخطار حقيقية في المنطقة. النهاردة حتى إعادة قراءة الأحداث اللي واجهتها مصر على مدى 10 سنوات ممكن تبقى كاشفة. يعني حتى مثلا تهديد زي الإرهاب اللي كان موجود في سيناء، النهاردة الناس بتتساءل هو بيت المقدس أو داعش اللي كانوا موجودين في مناطق مختلفة من المنطقة وكانوا بيتكلموا على دولة خلافة وهمية، هل دولة الخلافة دي كانت لحالها كده ولا كان هدفها انتزاع قطع من الأراضي، تكوين دولة وهمية ثم تقدم بعد ذلك إلى مخططات التهجير وغيره في فلسطين؟ وده الحقيقة اللي كانت مصر بتتصدى له بشدة. الإرهاب محدش يقدر ينكر إنه أما هزم في مصر هزم في المنطقة. طيب الناس بتسأل الإرهابيين ده داعش بقاياها موجودة وفلولها موجود، جزء في سوريا وجزء في العراق وجزء في مصر. مصر الحقيقة اللي تحطمت عليها المخططات دي، وعشان كده اما بنتكلم على مخطط زي ده من المهم جدا ان احنا ننتبه اللي بيحصل النهاردة. يبقى كان الهدف الرئيسي وانتزاع مجموعة أراضي لإعادة تصفية القضية الفلسطينية فيها، ده اللي انتبهت ليه مصر مبكرا في مواجهة الإرهاب ثم مبكرا في اتجاه القضية الفلسطينية ومسؤولية مصر. ومصر ما بتمارس ده بس عشان الناس تبقى واخدة بالها، انه بتمارسه بكافة الطرق. مصر بتخوض حروب موازية للحروب الموجودة، لان الحروب مش بس سلاح، ومصر عرفت الحروب السلاح وحروب السلام. لو عدنا لفكرة سيناء او غزة او التحديات اللي كانت موجودة، يمكن طول الوقت كان المواجهات النوع ده من المواجهات والعدوان الاسرائيلي بيتكرر، لكن المرة دي أعنف وأكثر قوة وفي إعلان واضح عن المخططات اللي كانت بتبدو داخل أوراق أو داخل مراكز أبحاث أو غيره، أصبحت بفجاجة بيتم إعلانها ومصر تصدت لها بخطوط حمراء وبتفاصيل مختلفة. لو رجعنا لفكرة المخططات دي هنكتشف إنه حرب غزة كشفتها. لو رجعنا لفكرة الانتخابات بالظبط بقى إحنا دولة المصرية ازاي ما نبص ورانا في خلال 10 سنين. انا بشوف انه كأنما 10 عقود الحقيقة، مش 10 سنين، انه ارهاب، انعكاسات دولية، ازمة كورونا، الحرب الروسية الاوكرانية،
أزمات اقتصادية صعبة بواجهة العالم، ارتفاعات أسعار في كل الدنيا، سلاسل النقل، إيه كل ده اللي إحنا كنا بنواجهه؟ العالم هنقول إيه؟ العالم كله بواجه، العالم كله بواجه، بس يمكن موقع مصر وظروفها والتطورات والتحولات اللي مصر كانت موجودة في وسط براميل باروت حوالينا، زي إحنا وإحنا بنبص خلفنا دايماً كده لورانا، احنا عدينا كل ده ازاي؟ عدينا الشعب المصري الحقيقة بوعيه وقدرته، وانتبه مبكرا جدا. لو احنا 30 يونيو كانت انقاذ لمصر، ممكن نبقى احنا ماشيين في مصير طائفي ومصير صراع، تنتزع اجزاء من الاراضي اللي يعاد توزيعها في سايكس بيكو جديدة او غيره، وده كان كلام واضح. من هنا احنا بنقول ليه المصريين، وعي الشعب المصري الحقيقة اللي كان كاشف، الشعب المصري تصدى محاولات فتنة، محاولات تقسيم، محاولات استقطاب وتقسيم الشعب المصري انتوا واحنا. 30 يونيو الناس طلعت وبنت ده، خدنا فترات التثبيت اركان الدولة، وده مش يعني 10 سنين ممكن يبانوا كتير لو احنا بنبص لهم من ورا من حجم التحولات اللي فيها، لكن كمان يبانوا قليل جدا في عمر الدول والصراعات والحروب اللي بتحصل وحجم التحديات اللي واجهناها. واجهنا طبعا تحديات ارهاب شديده، لكن كمان كانت مصر بتبني خلال هذه الفتره مشروعات في زراعه وفي صناعه، زدنا اكثر من 25 مليون في هذه المده، تحديات في الميه، تحديات في الاقتصاد، لازم نصيبنا من الميه اللي كان واحنا 20 مليون هو نفسه اللي واحنا 106 مليون، محتاجين نزود ده. المصريين الحقيقه اللي تحملوا ده وتحملوا اصلاح اقتصادي صعب، في ازمات طبعا في ازمات بنواجهها، العالم بيواجه جزء، يعني بنواجه جزء كجزء من العالم وجزء احنا بنواجهه كمصريين، نقدر نواصله. المصر اللي نجحت، المصريين اللي نجحوا ان هم يعدوا المرحله دي خلال 10 سنوات بتحديات كبيره، يقدروا يمروا ويواجهوا اي مشكلات تانية ممكن تبقى تفاصيل في ظل التحديات الوجوديه اللي احنا عدينا. وحضرتك بتقول محاوله تقسيم الشعب المصري، لكن كان في محاولات من قبل الدوله لتوعيه الشعب المصري، وأثبت الشعب المصري بعد كده بالفعل قوته والتحامه خلف القيادة للمرور بكافة المحن والأزمات. حضرتك قلت أنه كان بيحاولوا يقسموا الشعب أنت وإحنا، طبعا أنت وإحنا، فبالتالي مثلا كان في تأثير تأثير على السلم والأمن المجتمعي من خلال مثلا طبقات المجتمع المختلفة، المرأة مهمشة، فالدولة فهمت ده كويس فبدأت تهتم وتعمل برامج للمرأة لذوي الهمم، أيضا أصبح هناك برامج. حتى الفجوة ما بين الأجيال، ما بين الشباب وآبائهم، كانوا دايما انتوا مش فاهمين حاجه، دول يقولوا دول انتوا لسه صغيرين، ودول يقول لا ده انتوا من جيل تاني قديم. فالدوله استوعبت ده كويس وفهمته، وبدات تدمج الشباب في برامج للتاهيل والتوعيه. وما زال يعني خلينا نقول انه في منصات معاديه بتتمول بمليارات، يعني مش هنقول ملايين، اظن انفق عليها حجم الدعايه حجم، حتى في قضيه غزه، قضيه الانتخابات، في قضيه اللي هو وضع الناس في المساحه بين الشك واليقين، بمعنى انه بيشككك في نفسك، بيشككك في قدراتك. يعني انت تبذل كل هذه الجهود في قضيه زي القضيه الفلسطينيه، ومصر الحقيقه في مكان تاني، مع احترام كل الدول العربيه طبعا ليها مسؤوليه. بالمناسبه القضيه الفلسطينيه قضيه العرب، كل دوله عربيه ليها حسب قدراتها وحسب امكاناتها، لكن خلينا نقول انه مصر كانت موجوده ومهتمه بالقضيه الفلسطينيه قبل ما بعض الدول اللي موجوده تبقى موجوده، بغض النظر ده مش تقليل من شانها، ما كانش في دوله كده، ده تاريخ، ده تاريخ. فمصر في مكان تاني، لكن كمان الحقيقه مصر بتعترف بجهود الاطراف الاخرى ولا تمنع اي، بالعكس دايما فكره الموقف العربي، فكره انه يبقى فيه فعل عربي. فهنا في القضيه الفلسطينيه لا، ومع ذلك يتم تشكيك، يتم التلاعب في تصريحات، يتم محاولة انتزاع جزء من المعلومة ووضعها في قصة تانية. نفس الشيء الحقيقة في الانتخابات، يعني خلينا نقول انه بعد 25 يناير حصل تغيير نوعي في السياق العام، في منصات تواصل اجتماعي، في محطات. بعد 30 يونيو الحقيقة حجم الأموال اللي انفقت من أجل تفتيت هذا الشعب وتقسيمه وانه الحق وشوف، حتى قضايا زي التخلص من العشوائيات لم تسلم من انها تتهم بانه احنا بننفق اموال على الارض. ازاي انت تسيب اهلك واطفال ينشأوا في مثل هذه المجتمعات غير الصحيه وغير الطبيعيه، وكانت عار يواجهنا واحنا نقف ده. اذا الفيروس سي مصر انتصرت عليه،
دايما يقولوا لا ده استخدام أدوية أصلي مش عارف الصحة العالمية دفعت. يعني الحقيقة النهاردة في غزة نفس الشيء، في الانتخابات بعد 25 يناير حصل حراك حقيقي في الناس النهاردة، قاعدة المعلومات في مكاسب حقيقية النهاردة وإحنا بنتكلم انتخابات. قاعدة المعلومات بصراحة استخدام قاعدة المعلومات تأخر في مصر لكن اتعمل بشكل جيد، إن أنت ببطاقة الرقم القومي ما يبقاش في موتى ومهاجرين ومسافرين يصوتوا في اكتر من مكان، ما يبقاش في تشكيك في العمليه الانتخابيه، ده في حد ذاته قاعده ممكن بعد الناس اتعودت تروح الانتخابات هترجع. هرجع لفكره المنصه، لا احنا ما هو النتيجه محسومه ما فيش داعي تروح. ده برضو سياق الحقيقه في قطاع بينشط على السوشيال ميديا لكنه في الواقع غير نشط، وده عدد قليل يعني ممكن ما يبقاش دايما الترند والحاجات دي. احنا بقينا الناس مفروض سوق الناس للاسف انه لا كمان الناس بقت واعيه فكره انه الترند ده ممكن 50 60 واحد يعملوه مجرد ان هو يبقى عدد كبير ولجان الكترونيه وغيره ونصور وضع ونشتم حد ونسلط على حد، لكن الفكره هي قدرتك على الوعي. انت هتروح هتصوت لصالح الدولة المصرية مش لصالح أفراد، بنختار الطريق اللي ممكن نتكلم فيه، ممكن بقى نختلف ونتفق في التفاصيل، نختلف ونتفق في بعض المظاهر اللي احنا مش هنشوفها. الهيئة الوطنية للانتخابات جاية جزء من الدستور وكانت مطلب في مصر، إنه قلنا يا جماعة العالم المتطور كله بيبقى عنده هيئة تشرف على كل الانتخابات، انتخابات محلية، انتخابات نواب، انتخابات شيوخ، زي اللي موجودة في الهند، زي اللي موجودة في اوروبا، وما كانش في اشراف قضائي او مفترض ينتهي استثنائيا الاشراف القضائي اللي امتد سنوات، لا الحوار الوطني الدوله استجابت وكده. الهيئه الوطنيه الحقيقه انا شايف انها قامت بدور مهم ودور محتاجين ندرسه ومحتاجين يعني نقول انه ده شيء كويس، انه يبقى مصر فيها المفوضيه او الهيئه اللي بتشرف على الانتخابات كلها حتى انتخابات الطلاب، فكره التسهيلات، فكره ذوي الهمم، فكره اللي انت اتكلمت عليه. الحقيقه خلينا نقول انه مين كان في الانتخابات بيمكن او في فئات ما كانتش ممكنه انها تبقى ممثله في مجالس النواب والشيوخ؟ المراه، الاقباط، ذوي القدرات. احنا بعد 2012 كمان حتى 2012 كان فيه ذوي القدرات الخاصه وذوي والاعاقه كانوا بيطالبوا بمقعد في مجلس النواب، النهارده ليهم كوتا، والكوتا دي مش معناها ان انا تمييز، معناها ان انا بعمل نسبة للفئات الأضعف حتى تستطيع أن تتمكن من أنها تقدم نفسها. المرأة، تمكين المرأة في المناصب وفي منصة القضاء وفي النهاردة في النيابة وفي مجلس الدولة لأول مرة في تاريخ مصر. الحقيقة ده مهم أن احنا نتذكره ونقول إيه، ونقول أنه ربما لم نصل إلى الوضع الذي نريده في السياق الديمقراطي لكننا نبني تجربة محلية مش هنستوردها. والحقيقه في مكاسب، طبعا في مكاسب، في مكاسب كتيره لوجود الاقباط. حتى كان في ناس مفكرين وكبار كانوا ضد وجود كوتا مثلا، لكن بقوا النهارده في ناس ما كانتش بتوصل، ما بتوصلش لاسباب ثقافيه، لاسباب متعدده. عاوزين نعترف ان احنا التجارب دي بتبنى بالتراكم وبتبنى بالغيره. ما اقدرش اقول انه قضاء على فيروس سي ده دايما، ليه بقول بيشككوا؟ لانه ما اقدرش اقول ان القضاء على فيروس ده مش انجاز للشعب المصري في فتره ممكن كان يبقى يستمر 10 سنوات، يمكن جت الحرب على غزه هي اللي منعت الناس من انها الصحه العالميه. مصر اول دوله في العالم تعمل ده، ده كان رقم كبير جدا واحنا عشناه ومفيش بيت في مصر ما كانش فيه العشوائيات والتخلص منها. كمان الطرق والكباري، لانه بعض الناس برضو خلينا نقول انه كانوا بيتكلموا على ده، ان مفيش داعي، مفيش مانع بالمناسبه ان احنا نتناقش في ده. ما اقول ايه، هو الناس هتاكل طرق وكباري؟ الناس هتاكل بيت طرق والكباري. النهارده الصناعه، النهارده تطبيقات الموبايل، النهارده النقل، النهارده الزراعه، كل ده مرتبط بالطرق. وممرات التنميه دايما هي الامم نشات بممرات التنميه، وطول الوقت حتى قبل 2011 كان المأخذ انه لا توجد ممرات تنميه كافيه، بمعنى انه اروح سينا ما سيبهاش فاضيه. التعمير اللي في سينا النهارده والناس بتكتشف انه تعمير سينا ده مش مجرد بس ان انا بوطن ملايين المصريين بيعيشوا وبيستصلحوا اراضي وبيبنوا، لا كمان بيقدروا يدافعوا عن المكان ده، ده جزء من الامن القومي. اعتقد بقى مهم الشرايط الحدوديه اللي تبقى مزروعه وتبقى قابله، مش مجرد منطات لناس لتهريب لغيره اللي كنا بنشوفه في مصر، ان تبقى الحدود سداح مداح. القوات المسلحه المصريه طبعا قامت بدور عظيم
وحقيقي في حماية الأمن القومي وفي مواجهة الإرهاب اللي هزم دول بالمناسبة وفكك دول، لأنه القوات المسلحة المصرية غيرت من استراتيجية ده مش جيش قدام جيش، دول جرزان فيران وتعابين موجودين وعقارب، طب تخلص من ده. فدايما احنا بنربط ده بالوعي، بمعنى انه مصريين اللي عملوا كده. انت لازم وانت اي بتسمع اي منصات بيقولك يا عم ما هي محسومة، يا عم احنا هنروح ليه، اعتقد انه النقاش ده بعد 30 يونيو حتى بعد 25 يبقى مختلف. انت ضربت مثل بفكره الكلام على الوعي زي ما حضرتك بتتكلم، وحاله الانفتاح السياسي اللي بقت موجوده اللي احنا شايفينها خصوصا على مدار فتره طويله جدا من الحوار الوطني، اعتقد ده ممكن يثمر في الفتره القادمه مزيد من الاستقرار ومزيد من الوعي عند الناس. هو فكره الاجيال اللي انتوا اتكلمتوا فيها واللي انت بتتكلم فيه ده مهم. اولا الحوار الوطني اتاح فرصه لاداره تنوع واسع بين يعني في طائرات ما كانتش موجوده، في ناس كانوا محجوبين مش موجودين او مش ظاهرين او مش مشاركين. ممكن في جزء احيانا بيبقى شخصي، انا منعزل او بعيش عزله معينه، بالذات مواقع التواصل خلقت نوع من العزله لبعض الناس، انه هو يعتقد انه على حق. لا تثق في شخص يعتقد طول الوقت انه على حق وعنده ثقه مطلقه، حتى في قضايا كثيره جدا اصبح اعاده النظر، حتى القضايا الفلسطينيه، حتى قضيه غزه، حتى قضيه الاكل والشرب، حتى قضية المعيشة، ده في اختلافات في وجهات النظر. الأجيال النهاردة اللي في 30 يونيو كان عنده 10 سنين بقى عنده 22 سنة، بقى خلص جامعة واتجاه الحياة بيه، محتاج يجد فرصة عمل، محتاج يشوف تكافؤ فرص، محتاج في النهاردة قواعد. ففكرة انه يبقى في وعي ويبقى في أجيال، طبعا الشباب اللي بيتعرض ليه موجود في مش بصدر على حق الشباب بالمناسبه، لانه النظام ايه اصل الاجيال الجديده مش عارفه، لا غير صحيح. كل جيل بيبقى لديه وعي اكتر من الجيل السابق، والنهارده هذا الكم من المعلومات ومن النشر والمنصات في جزء مميزات كثيره، لكن في عيوب، انه بيعمل نوع من التشويش. ربما الوعي بيحتاج نوع من المنهج في الحياه، مش يعني مش كل الناس هيبقوا عمقاء وقادرين، لكن كمان خلينا نقول انه في نوع بيناقش ده اللي هو لا الشباب يسافر بره، الشباب موضوع السفر ده هل هو طموح ولا هل هو رفض ولا هل هو كمان استنزاف العقول المصريه. يعني خلينا نقول انه الشباب دول لازم نحرص عليهم، هم ثروه حقيقيه في مصر. فكل القضايا دي والنقاشات دي مطروحه في موضوع الوعي، والشعب المصري اللي عمل ده، يعني فكره انه اي حد يشكك في انه مصر في غزه دورها عظيم ودورها في القضيه الفلسطينيه ثابت ومبدئي وقوي ويقوم على الامن القومي من ناحيه والاهتمام بالقضيه الفلسطينيه في الداخل وفي القدره على تمكين الاطراف المختلفه انها تخوض زي ما انت قلتوا حوار الوطني، خلق نوع من التنوع واطراف مختلفه، لازم يبقى في مجال اوسع، لازم يبقى في رقابه اوسع في الاسواق، لازم الناس تبقى بتتناقش. اللي جاي الهيئه الوطنيه للانتخابات اللي جاي ده في انتخابات مجلس نواب، في شيوخ، في مجالس شعبيه محليه اصبحت ضروره انها تبقى موجوده. والشباب انت بتكلم على شباب، في 60,000 مفترض يكونوا في المجالس دي، يعني في 600,000 او مليون انت محتاج ترشحه. الوعي محدش بيصدر على الوعي، لكن خلينا نقول انه احنا في زمن يمكن التاثير فيه على الاراء، يمكن تشويش الاراء بشكل او باخر. فاللي هيروح الانتخابات ده هيروح لانه اتعود يروح ويستخدم حقه، وبعدين انت ده صوتك في النهايه، انت مسؤول عنه. ودايما في مقوله يقول تم ارساء تقليد جديد الأسهل الذهاب للانتخابات، تم ارساء هذا التقليد جوه مشاعر الشعب المصري وجوه وجدان الشعب المصري، جزء من ممارسته لحقوقه انه بيروح وبيضلي بصوته وبيشارك في الانتخابات. في ناس شايفه نفسها حتى مع الدوله، وممكن تبقى بتقول ايه ما احنا ما هي محسومه ولازم نروح واحنا مع الدوله، طب ما تروح تصوت للدوله. زي القضيه الفلسطينيه، الناس لما خرجت دايما السؤال في التجارب الديمقراطيه بتبنى، لو شفنا بره كان في خلافات، يعني خلينا نقول اوروبا وصلت لده بعد مقتل 60 مليون في حربين عالميتين، يعني الامر ما كانش بسهوله، في صراعات دايما، في خلافات، في
حتى النظريات لحد دلوقتي نظريات الجماهير ونظريات الانتخابات وتشوفنا الولايات المتحدة وغيره. فعلا الموضوع ما هوش سهل وما بيجيش كده بسهولة، لكن دايما الأهم في القضايا الديمقراطية هو الديمقراطية أولا وسيلة مش غاية، يعني وسيلة لإسعاد البشر لتكافؤ الفرص لأن الناس تاخد حقها. طب أنت هتاخد ده تعمل ده كله هتبنيه من غير ما تدي صوتك أو تختار اللي أنت شايف أنه أصلح؟ بالمناسبة في حرية كاملة حتى في التصويت بره للمرشحين، من حقك تصوت وما فيش حاجة اسمها محسومة لأنه الهيئة الوطنية انتخابات في النهاية لا تفرز وتعلن ده. صحيح. فكرة أن أنت بتصوت لمستقبلك وللدولة وغيره ده مش شعارات بالمناسبة، ده حق ليك أنت بتستخدمه. وأهم حاجة دايما في مقولة لفيلسوف كبير يقول لك الخطر الحقيقي أنك تتساءل ماذا يحدث بدل من أن تتساءل ماذا نفعل. أنت هتعمل إيه بقى؟ هتعمل هتاخد موقفك إزاي؟ هو ده ده الأهم. القضية الأهم إن أنا هو إيه اللي هيحصل؟ هو إيه اللي هيحصل بتراكمات كل هؤلاء الناس اللي بيشاركوا بالرفض أو بالقبول أو بالنقاش أو بغيره؟ ومحدش يقدر يقول النهارده إنه الآراء مش مطروحة، مواقع التواصل وغيره بره وجوه ويوتيوب وفي ناس بيكتبوا وبيقولوا وفي ناس بتهبد وفي ناس بتقول معلومات غلط، وحتى في منصات مختلفة صديقة أو شبه صديقة أو قريبة أو غيره بتروج شائعات وبتضرب. لو مصر مش مهمة مش هيحصل عليها الحروب دي كلها. يمكن الناس مدركين اللي ادركوا في 30 يونيو واللي تصدوا بحاولات التقسيم والفتنة وانت واحنا والشباب مهم انه يعرف ويتناقش ويختلف ونتحمله، وكل الأجيال مفيش صراع أجيال. صحيح. هو الأب والابن ممكن يبقوا بيختلفوا لأنه طبيعي أجيال، واحنا في وقت من الاوقات كنا مختلفين عن اهالينا، بعد شويه بنكتشف ان هم كانوا صح في حاجات وان احنا محتاجين نقفز في حاجات تانية. صحيح. ولادنا بيعلمونا زي ما احنا كنا بنعلمهم بالظبط. يعني احنا اتكلمنا مع حضرتك عن قيام الدوله خلال السنوات الماضيه بالتوعيه بشكل عام لكل فئات الشعب، لكن هنعوز نتكلم مع حضرتك عن ما قامت به الاحزاب السياسيه عن توعيه الشعب المصري للخروج، لكن بعد الفاصل. استاذنكم مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع الاستاذ اكرم القصاص رئيس مجلس اداره اليوم السابع. بنكمل كلامنا مشاهدينا مع الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، وبنكمل كلامنا عن يعني الانتخابات والاستحقاق الدستوري. احنا شايفين كتير من مؤسسات الدولة بتعمل بشكل رائع في الفترة اللي فاتت، وشايفين كمان بقى المجتمع المدني في المقابل وعلى الجهة الأخرى بيعمل بشكل توعوي. احنا شايفين الإعلام بيحاول يدعو الناس للنزول الانتخابات، شايفين الأحزاب بتحاول تدعو وبتحاول تقول انزلوا وشاركوا بصوتكم. اعتقد ان ده ممكن يكون فارق في الفترة القادمة. شوفي، هو يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل على فكرة الحوار الوطني وما انجزه الحوار الوطني في مناقشاته، فتح الباب لفئات كتيرة وتيارات كتيرة سياسية. انا في ناس شخصيا كنت مفاجأ بآرائهم انه ناس حزبين على فكرة ليهم آراء معارضة او مختلفة ومع ذلك آراء محترمة وتحترم في الاقتصاد في السياسة، شايفين الإدارة محتاجة تتغير ازاي، وبعدين في جزء في التغيير الإداري في الرقابة على التموين في غيره، في شبه اتفاق مع اختلاف في التفاصيل انه السوق الحر فوش مش عارف ايه هنتكلم عن. ففكرة ان الأحزاب تبقى موجودة وتبقى موجودة في الشارع، عندنا 106 حزب ممكن ما نقدرش نعد مثلا اكتر من 15 بالكتير قوي بالنسبة للمتخصصين وممكن اقل من كده بالنسبة للمواطن، لكن النهاردة في أحزاب ظهرت ممكن تبقى في نقاشات حصلت في الحوار الوطني. كمان الحقيقه المجتمع المدني والاهلي، ودي نقطه في غايه الاهميه، انا بشوف انها احد مكاسب هذه المرحله كانت في التحالف الوطني مثلا العمل الاهلي، ازاي يجمع عشرات المنظمات والهيئات، كل مهيئه بتشتغل كل منظمه بتشتغل لوحدها، لكن ده بيجمعها في قضيه زي غزه دي الحقيقه حجم التبرعات وغيره، ودي نقطه مهمه. ده اللي احنا بنقوله في وعي الشعب المصري، والشعب المصري كان بيتناقش قبليها في فكره الأسعار والغلو والأزمة العالمية، وده حقيقي يعني ما حدش بينكره، لكن ما حدش قال ليه الناس اتبرعت لغزة، ليه الناس اللي بتشتري بطاطين في الشتاء. ده وعي كبير جدا لدى الشعب المصري اللي دايما الرهان عليه صحيح. الحقيقة الشعب المصري شعب بيجمع بين الوعي والحضارة وغيره، لكن كمان إنساني قوي في الموضوع ده، ما حدش ناقش وقال سكر وزيت وغيره. هرجع لنقطة العمل الأهلي
ودي احدى يعني الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان. ممكن يبقى فيها اجزاء نظريه محتاجه تطبق او بتطبق. قانون جديد للجمعيات وحريه العمل في لانه المجتمعات زي ما احنا بنقول ممرات التنميه فيما يتعلق بالدوله، الاساسات والبنيه الاساسيه والطرق والمواصلات العامه والتموين وغيره، والرقابه على الاسواق، والرقابه على الاسواق جزء بالمناسبه شعبي. يعني النهارده لما نتكلم في الغرف التجاره وغيره في المجتمعات، فالمجتمع الاهلي ومبادره زي التحالف الوطني للعمل الاهلي، ويبقى في جمعيات كثيره في كل مكان في مصر بتتحرك بتشوف ايه اللي ناقص بتبنيه بره المجتمع الاهلي، وزيه زي مؤسسات الدوله بالظبط، محمي بالقانون بالتنظيم توسيعه. خلينا نشوف المجتمع الاهلي بيعمل ايه لمتابعه الانتخابات. دور مهم قايم به ائتلاف نزاهه لمتابعه الانتخابات الرئاسيه. الائتلاف كثف استعداده خلال الفتره اللي فاتت من اجل بدء عمليات المتابعه والرصد للتصويت بكره وعلى مدار 3 ايام من التصويت. مؤسسات الائتلاف هم 7 وعملوا جهود قويه جدا عشان يكونوا جاهزين لمتابعه ايام التصويت. تفاصيل ومعلومات اكتر عن هذا الائتلاف ومجهوده هنعرفه من ضيفتنا اللي منورانا على التليفون دلوقتي، الاستاذه مارينا سامي المنسق الاعلامي لائتلاف نزاهه لمراقبه الانتخابات الرئاسيه. استاذه مارينا صباح الخير. صباح النور يا فندم. يا اهلا بحضرتك. لو نعرف الساده المشاهدين اكتر عن ائتلاف نزاهه، عن مما يتكون هذا الائتلاف ومهمته خلال الفتره القادمه. طبعا اهلا بيكم واهلا بضيفك الكريم. احنا ائتلاف نزاهه بيضم 7 منظمات، 5 منظمات دوليه من اليونان ورومانيا وغانا واوغندا والكونغو، ومعانا منظمتين مصريتين اللي منها مؤسسه ماعت للسلام والتنميه وحقوق الانسان ومؤسسه شركاء من اجل الشفافيه. احنا عدد المتابعين اللي معانا 54 متابع دولي تم تسجيلهم لدى الهيئه الوطنيه للانتخابات، ممثلين عن 34 دوله ما بين اوروبا وافريقيا والمنطقه العربيه. قوام الائتلاف 100 شخص ما بين متابعين دوليين ومترجمين ومنسقين محليين واداريين واعضاء لغرفه العمليات والرصد. اكيد. طيب غرفه او الغرفه المركزيه للائتلاف اللي هتكون موجوده في منطقه متابعه سير العمليه الانتخابيه داخل اللجان على مدار ايام الانتخابات الثلاثه، لو تكلمينا عن هذه الغرفه وكيف يتم فيها المتابعه. طبعا احنا عندنا حاجتين. الحاجه الاولانيه هي غرفه العمليات، ودي بتبقى شغاله 24 ساعه على مدار الساعه لحظه بلحظه. بيتم التنسيق بين غرفه العمليات المركزيه اللي عندنا وبين المتابعين الدوليين اللي بينزلوا في اللجان. خلال الفتره اللي جايه اللي هو 3 ايام عمليه المتابعه هتتم في 10 محافظات. هنبدا نزور 2400 لجنه فرعيه من اصل 10000 لجنه على مستوى الجمهوريه، وده بنسبه يعني هنبدا نتابع 24% من عدد اللجان الانتخابيه الفرعيه الموجوده في مصر. بدانا بالفعل من النهارده تقسيم المتابعين الدوليين على 16 فرقه. من المقرر ان كل متابع دولي هيزور 25 لجنه فرعيه خلال اليوم. راعينا كمان في توزيع المحافظات جميع الاقاليم الجغرافيه لمصر، القاهره، اسكندريه، دلتا، القناه، الصعيد. وكل ده بيتم بالتنسيق. المتابع الدولي اثناء وجوده في اللجنه بيكون معاه استمارات دي فيها مجموعه من الاسئله. بيتم ان هو يشوف الاسئله دي، بيبص كده بعينيه، بيتابع وبيجاوب على بعض الاسئله او بيجاوب على الاسئله اللي موجوده في الاستماره دي. المره دي كمان عملنا حاجه ايجابيه، ان احنا عملنا الاستماره ديجيتال، فبقت موجوده على الموبايل معاه، يقدر ان هو بالموبايل يجاوب على الاسئله. طبعا كل ده بيوصل لغرفه العمليات بتاعتنا لحظه بلحظه. عظيم. طيب هل زيارتنا للجان، هل مثلا هيكون مخطط لانه اللجنه نزورها مره واثنين وثلاثه، ولا هنزور اكتر من لجنه بحيث ان احنا نزود عدد اللجان اللي بيتم زيارتها من قبل الرصيدين الميدانيين؟ لا طبعا، اللجان احنا هنزور 2400 لجنه، فاحنا عندنا كم كتير من اللجان الفرعيه اللي احنا المفروض نزورها. مش هيتم تكرير اللجنه، يعني اللي هيدار النهارده مش هو اللي هيدار بكره، مش هو اللي هيدار بعده. العشر محافظات هنتابع فيهم لجان فرعيه كتير قوي، فمش هنكرر اللجان اللي احنا دخلناها.
أكيد. لو تكلمينا عن دور الراصدين المركزيين داخل اللجان ومرحلة ما قبل دخول اللجنة نفسها. احنا طبعا غرفة العمليات هنا بتتابع الرصد كل حاجة، بنرصد كل حاجة، بنرصد على السوشيال ميديا، بنرصد ردود الأفعال، بنرصد التلفزيون والميديا، بنرصد كل الكلام ده عشان نقدر نشوف كمان نسبة المشاركة، وبيتابعوا مع المتابعين من خلال الاستمارة لحظة بلحظة بكل الملاحظات، كل الأسئلة، لو في أي حاجة بنتابع مع بعض يعني تليفونيا، ويعني طبعا احنا مش بيتم التدخل لان احنا متابعين فقط، احنا نرصد فقط يعني. وبنعمل تقرير؟ طبعا. طيب أكيد. يومي ولا بعد الثلاث ايام؟ لا، بعد عملية التصويت خلال الثلاث ايام هتتم مرحلة التقييم، انه احنا هنبدأ نقعد مع المتابعين الدوليين اللي نزلوا اللجان، وهيتم بقى تفريغ الاستمارات كلها، هيتم رصد كل الملاحظات من المتابعين الدوليين. ده هيكون يوم 13 بعد التصويت على طول، 13 و14 هنقعد مع بعض ونعمل اجتماعات علشان خاطر نعرف ملاحظاتهم، نعرف آرائهم، ردود أفعالهم، ونجمع كل النقاط اللي موجودة في الاستمارات اللي تم تجمعها على مدار الثلاث أيام، ونبدأ نكتب التقرير المبدئي. إن شاء الله يوم 16 ديسمبر هيكون في مؤتمر صحفي هنعلن فيه عن التقرير الأولي لإئتلاف نزاهة وشهادات المتابعين الدوليين خلال رصدهم في اللجان. أكيد. كل الشكر ليكي الأستاذة مارينا سامي المنسق الإعلامي لإئتلاف نزاهة لمراقبة الانتخابات، شكرا جزيلا ليك. أستاذ أكرم، زي ما حضرتك تابعت إئتلاف نزاهة لمراقبة الانتخابات، أهمية وجود هذا الإئتلاف والمراقبة والمتابعة الدولية لهذه الانتخابات وانعكاساتها على سير العملية الانتخابية؟ كنا بنتكلم عن المجتمع الأهلي والمجتمع المدني والمبادرة المهمة في التحالف الوطني للعمل الأهلي. الحقيقة تحالف نزاهة أو كمان الحقيقة هذا طالب انتخابات، وخلينا نحييها في هذا الأمر، إنه هي بتقوم بدور دستوري ودور مهم، إنها أولا لم ترفض أي طلب للمتابعة أو المراقبة من الداخل أو الخارج. حتى كان في شرط لبعض المنظمات أو الجهات اللي فيها موافقات للمجلس الأعلى للإعلام، أعتقد تم استثنائهم لسرعة إن هم يحصلوا على هذا التصاريح. وكمان الحقيقة يعني خلينا نقول إنه وجود هذه الائتلافات، انه يبقى موجود والمجتمع الاهلي والمجتمع المدني في الخارج والداخل بيراقب، ده جزء مهم من انه بيتابع على اعتبار زي ما احنا بنتابع في العالم. يعني كل دول العالم بتدعو ناس تقول تعالوا شوفوا العمليه ماشيه ازاي، لو في شكاوى، لو في اختلافات، لو في غيره. فوجود المجتمع الاهلي والمجتمع المدني يعني استكمالا للصوره، الدوله ومؤسساتها ليها دور مهم في المجتمعات الحديثه وفي الدول الحديثه. المجتمع الاهلي والمدني له دور مهم جدا، شراكة حقيقية، مسؤولية عن المجتمع. يعني في ناس التعليم، الصحة، غيره، في مؤسسات وفي تأمين صحي وفي غيره، لكن دايما هذه المؤسسات بتقدم خدمات إضافية لفئات معينة، لذوي القدرات، للناس اللي مش قادرة، ممكن يبقى عنده ظروف، ولاده عندهم ظروف معينة فيحتاج يبقى جمعية متخصصة في ده. التحالف الأهلي بيجمع ده، فنزاهة أو التحالفات المختلفة مهمة جدا إنها تبقى موجودة وبتراقب الانتخابات وبتتابعها وبتنشر تقاريرها، الناس راحت الناس جات. ده برضو جزء مهم من فكرة إنه الناس تبقى بتنزل، لأنه ممكن يبقى في تراث انه خلاص يعني الدنيا مستقره واحنا مع الدوله وشايفين انه الدنيا صح، فاحنا مش هنروح وهي كده كده. لا، استخدام الصوت مهم جدا مع او ضد او لصالح ده او ضد ده، لان احنا عندنا انتخابات مجالس محليه هيبقى فيه ملايين بينزلوا، مفروض في الجمعيه العموميه النهارده او الناس عدد المصوتين زاد يعني، فمطلوب رقب في النهايه العدد اللي هيروح اللي هيحصل منه على 50% زائد واحد خلاص هيفوز وكل حاجة، وفي كل الحالات الأمور بتستمر وبتمشي. لكن ربما الحضور الأكبر وفكرة أن الناس تصوت، ده هيعمل تركيز في أنه الناس تنتقل من الافتراضي إلى الواقعي بالفعل، لأنه في ناس كتيرة جدا بتتناقش مجرد نقاش لكن بتكسل أو بترفض أو غيره. وجودهم وتصويتهم هيبقى مهم جدا، بالذات بالنسبة للفئات اللي هي ما جربتش يمكن لأول مرة، ما نزلتش انتخابات. أعتقد الهيئة قايمة بدور في التوعية،
في تفاصيل كتيرة بتعلن ازاي تصوت المغتربين لانه كمان دي في انتخابات الرئاسة وحتى في انتخابات في ناس كتيرة ظروف شغلهم بتضطرهم انه يبعدوا عن مكان تصويتهم او اقامتهم، ده من حقه انه يكون موجود. ربما بعض الناس بتطالب بتطوير زي بعض الدول في الهند او في غيره بيصوتوا تصويت الكتروني او غيره، ربما نكون داخلين في مرحله عشان ما يبقاش فيه تشكيك لانه ده محتاج ضمانات معينه وتكنولوجيا معينه اعتقد انها ممكن تبقى موجوده في العالم، واحنا شفنا في الولايات المتحده التصويت بالبريد او غيره عمل مشاكل وعمل طعون ومع ذلك يعني بتستمر. الاهم شيء في رايي سواء الحوار الوطني او سواء انه يبقى في الانتخابات هو بناء ثقه بين الاطراف المختلفه. صحيح. والغاء فكره التشكيك الدائم اللي هو ايه ده. بناء الثقه وجسور الثقه اللي بناها الحوار الوطني في رايي محتاجه تتسع اكتر ومجال عام اكتر واحزاب سياسيه تبقى موجوده في الشارع تعمل مؤتمراتها تلتقي تمارس تشوف ازاي هتتمول بعيدا عن اي بتعمل مشروعات بتدخل في تعاون المجتمع الاهلي والمدني يبقى مفصول عن السياسه وبيشتغل مع الجمهور بعيدا عن اي مصالح او تدخلات سياسيه زي ما كان بيحصل قبل كده. كل دي افكار جيده محتاجه تتطبق. اهم حاجه ان انا بستغل صوتي وبستخدم ادواتي المختلفه في ان انا ابني ثقه داخل المجتمع. الثقه دي بتعمل بالتفاعل مش بالتشكيك والاستماع. المنصات هنا او هنا احنا عارفين ان هي ممكن تبقى بتفقد. اهم حاجه ان احنا ما نفقدش الثقه في نفسنا وفي بلدنا وفي بعضنا في اننا نختلف ونتفق دون ان مفيش حد بيمتلك الحقيقه، بس احنا بنبني البلد بنروح للبلد بنصوت للبلد في النهايه مش لاشخاص هنا او هناك كلهم زائلون، لكن اللي هيفضل مصر واللي هيفضل انه يبقى فيه حضور معبر عن وعي الناس اللي كان موجود واللي نجح في انه يتخطى. المصريين بلد كبيره وشعب كبير تخطوا تحديات ضخمه جدا فككت الدول واسقطت الدول الاخرى وادخلت الدول في الفوضى، فاللي عبروا كل ده يقدروا ان هم يعبروا للمستقبل بشكل احنا عم. شايفين التجربه الديمقراطيه المصريه عماله تنضج اكتر وتتطور اكتر وترسخ اكتر واكتر، وهو ده اللي احنا شايفينه في الفتره الاخيره. كل الشكر ليك الاستاذ اكرم القصاص رئيس مجلس اداره اليوم السابع، شكرا لوجودك معانا. شكرا. شكرا جزيلا يا فندم. طبعا كلكم عارفين ان بكره ان شاء الله هتبدا الانتخابات في مصر على مدار 3 ايام، واجب على كل مصري اسمه مقيد في قوائم الناخبين بلغ 18 سنة قبل فتح باب الترشح أنه يخرج ويدلي بصوته في هذه الانتخابات. 67 مليون مواطن نتمنى أن كلهم يشاركوا. في 4 مرشحين في هذه الانتخابات بكل تأكيد خلال الفترة اللي فاتت كل مرشح كان بيعرض برنامجه الانتخابي من خلال مختلف الوسائل سواء كان في المؤتمرات الشعبية واللقاءات الجماهيرية أو حتى على وسائل الإعلام المختلفة. بكل تأكيد كلنا كوننا رأي دلوقتي وكلنا عرفنا هنختار مين. مش مهم تختار مين، لكن الأهم يا منى ان هم ينزلوا ويضلوا بصوتهم في هذه الانتخابات. اكيد. مشاهدينا خلصت حلقتنا النهارده، نشوفكم ان شاء الله بكره. سلام عليكم، صباح الخير عليكم وصباح الخير يا مصر.